مساء الخير واهلا بكم في حلقة جديدة من كل يوم. كل ما الواحد ثقته اتهزت في الشارع المصري وابتدى يقول الناس بقت متوحشة، احنا بقينا ما بنغيدش بعض، فين الشهامة وفين الجدعنة، تيجي حوادث فردية كده في مصر تخليك تبقى فخور ان انت مصري وتشعر ان البلد بخير وانه الناس في الشارع ممكن لسه زي زمان تسأل على بعض وتقف جنب بعض، ولو حد حصل له حاجة يقف ويغيتوه، لو واحدة اتعكست حد. النهاردة الحكاية مصر كلها وناس كتير واقفين عندها مواطنة مصرية، مواطنة مصرية راكبة عربية 128 ومعدي جنبها عربية، حست ان فيها شيء غير طبيعي، في حاجة بتحصل في الكنبة الورانية غير طبيعية، فقررت. طب خلينا نشوف الفيديو، انا عايز تشوف فيديو لان الفيديو مؤثر ومحرك جدا وغير طبيعي. يعني انا شفت فيديوهات كتير، شفت اشياء كثيره، اللي شفته النهارده ده حركني من جوه وحسيت انه الدنيا لسه فيها امل، الدنيا لسه فيها خير. خلينا نشوف الفيديو ونرجع تاني. الست تخيلت انه في سرقه وفي حاجه، وبعدين تخيلت بعد كده انه واحده مخطوفه، وبعدين لما وقفوا العربيه اكتشفوا انه شاب كبير مخطوف وفي ملثمين واخدينه،
وهي ايه مع والدها، يعني لا سلاح ولا شرطه ولا اي حاجه. بس ايه الشجاعه دي؟ ايه كان اي حد تاني؟ انا شفت حد مش عارف خطفينه والواد بيفلفص وبيضربوه تحت في دواسة العربية، انما الست بطلة حاجة كده تحسق والله العظيم، وانا بتفرج مهزوز، وفضلت وراه لغاية اما العربية وقفت والناس اللي فيها. ما هو طبعا فضيحة، والشوارع في مصر مش سهلة ان الراجل يسلك، فمن كتر الزعيق والزمامير وبتاع الراجل اللي خطفين العيال وقف وجري وسابوا العربية وهي انقذت الواد. شيء يهزك من جوه، شيء يحسسك ان احنا لسه يا اخي فينا حاجة، ما متناش من جوه، المصري ما ماتش من جوه حاجة فعلا والله. يعني احنا بندور عليها بقالنا كذا ساعة عشان ندور عليها بس ونكلمها، وهي كاتبة البوست بتاعها على الفيسبوك بتاعها وحاطة الفيديو. قلت لهم يا جماعة دوروا شوفوا الست فين، اهو ادي البوست بتاعها. طلع شاب سوري عنده 20 سنة مخطوف، 20 سنة، دي لمجرد انها سايقه هي ووالدها. يعني مثلا لا والدها ده مثلا استاذ سواقه ولا ضابط سابق مش عارف ايه ولا اي حاجه، انما اغاثه الملهوف، اغاثه الملهوف ومساعده الناس اللي كل شويه حد يكلمنا. واحده تقول لك انا اتحرشوا بيا في الشارع وما لقيتش حد يقول لي انت فين، انا سرقوا مني السلسله من صدري وما لقيتش حد يقول لي اروح اجيبهم. وعلى فكره العيال اتجابت، العيال اللي كانت سايقه العربيه دي اتجابت بعد كده، والناس اللي بتجري في الشوارع هي اللي راحت جابتهم. صوتها يهز البلد، صوتها يقول ان البلد ما ماتتش. وزي دايما بقول لكم المصريين لسه فيهم شيء محترم، لسه فيهم مهما حصل والدنيا اتغيرت ومش عارف ايه وكل واحد بقى عنده مشاكله، انما دي بنت عادية، ست عادية. وقفت جدا النهاردة، وقفت بكثير من يعني الاحترام والتقدير، ويا ريت كلنا نقدر ونحترم الست دي. هتقول لي يا ما لا ما مش عادي، ما بقاش في حد بيعمل كده، ما بقاش، قليل قوي قليل قوي وفي يعني تعمل كده. ممكن اقرا لكم اللي هي كاتباه، ما كنتش اتخيل ان ممكن اتحط في الموقف ده. كنت انا وابني وامي وابويا واختي في العربيه في شارع حسنين هيكل عند العطار، لاحظت عربيه سايقها واحد ملثم وحد عمال يرفص في العربيه على الكنبه. بلمح البصر والدي ابتدى يجري ورا العربيه، وابتديت اصوت عشان الفت نظر الناس تساعد اننا نمسك الناس دول. شباب ابتدت تجري وراهم، واحد بموتوسيكل حاول يلحقهم بس داسوا عليه. الحمد لله ربنا قدرنا اننا نمسك دول ورا السلاب. الولد المخطوف كان شاب سوري، بس انا كنت فاكرة انه بنت، وبغض النظر عن الاصابات اللي حصلت لي انا ووالدتي والعربية، لاننا قعدنا نخبط جامد في العربية، فضلنا واقفين لحد ما البوليس جه وقلنا واتطمنا على الولد. ومساعدة الناس وشباب كتير قوي جري ورا الملثمين ومسكوهم واخدوا علقة محترمة. واللي عايز اقوله ان اللي بيتخطف مش بس بنات، لا كمان شباب، خدوا بالكم من نفسكم، ما تأمنوش لحد. على قد ما في اكيد ناس كتير قوي كويسة، مع الاسف اللي مش كويسين كتير برضو، ربنا يحفظ الجميع. تعديل، اولا بشكركم على الدعوات الحلوة دي، ولو ما كناش لحقناه ما كانش هيجيني نوم طول حياتي، ولولا والدي ما كناش مسكناهم. الشاب السوري تقريبا في اخر العشرينات، هم كانوا خاطفينه بالعربيه وهو كان مضروب جامد ومتخدر، وما قدرش ساعتها يحكي اللي حصل، وكان معاهم شنطه فيها حبل ومخدر. بصوا لنوع الجريمه اللي بقت موجوده، دول خاطفين شاب عنده 20 سنه طبعا، واخدينه ده فديه بقى بعد كده، طار مع حد بيقيدوا بيه حاجه، بيعملوا بيه بيزنس. والاهم العربيه فيها عيله مصريه كامله، الست وابوها وامها واختها، واتخبطوا وترزعوا في العربيه. انا بحيي يارا علاء الدين، وبقول انه لو في جايزه
للمواطنة المثالية يرى علاء الدين تاخد الجائزة دي، يعني ووالدها وعيلتها كلها ياخدوا جائزة العائلة المثالية. يجب أن يتم تكريمهم، ويجب أن يتم، لأنه هو ده المصري، هو ده المصري اللي احنا بندور عليه. ممكن أوري حضراتكم حتة تاني تحسوا باللي كان بيحصل. سمعنا يا ابني حتة من الفيديو من الأول أو من الآخر، كله يشد وكله يخليك تبقى هتتجنن. لو كل واحد عمل الدور ده في الشارع، صدقوني شوارع مصر عمر ما يبقى فيها اي مشاكل. الشرطة مش تقدر تجيب كل واحد، ومش تقدر تقبض على كل واحد، وان شاء الله الشرطة تقول لنا ان العيال دول جابوا. دي مش جريمة عادية، الخطف ليس جريمة اللي هي زي السرقة والبتاع، دي جريمة عنف، دي بتقرب من الشروع في القتل. شوية نخوة من اللي كانت موجودة زمان، شوية رجولة، شوية جدعنة. ما دي ست مش راجل، وابوها راجل وسيد الرجالة. شوية نخوة اللي هو اما تشوف حد وقع وقفه، اما تشوف حد طب اتسرق انت مش تقدر، يعني مش تقدر تروح تجيب الحرامي، بس اقف طيب خاطره، ايه اللي حصل، ايه المشكله، طب اجيب لك ميه، طب اقعد استريح، طب يا ست ربنا يكرم، طب اهدي، طب اوصلك. انت بنتي رايحه فين، عيالك فين، بلدك فين. غيتوا الناس ينوبكوا ثواب، إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف دي حاجة يعني كانت فينا كلنا. كان دايما الناس يقول لك غيتني يا أخ غيتني، فكان الغوث دايما عند المصري إنه غيتك، إنه يقف جنبك، إنه يبل ريقك. بل ريق يعني، مش بل ريق يعني، بيشربه. هي جاية من كان بيقعد يشربه، اشرب، خد نفس، خد مش كان زمان دايما يقول لك ايه، ناخده لجزخانه، روح واخدينه في الصيدليه ومقعدينه يعني بتاع يعني قلنا انه البوست في البوست ان اتضربوا وخدوا علقه من المواطنين. انا بتكلم انه كمان الشرطه تقبض عليهم، دي جريمه خطف. ان شاء الله الشرطه تقول لنا ان هي قدرت تعمل تحريات عن الحادثه دي، تقبض عليهم. طب كويس. هي بتقول بالظبط عشان عايز ابقى وبساعدة ناس وشباب كتير قوي جري ورا مسلمين ومسكوهم واخدوا علقة محترمة، بس عايزين بس داخلية تقول لنا تتقبض عليهم. مسكوهم وضربوهم دي ما تكفيناش، احنا مش هنعاقب الناس بايدينا كمان، يعني برضو دي مرحلة مش عايزينها، ان احنا ناخد حقنا بايدينا. في قانون وفي شرطة، والشرطة هي اللي تقدر تعمل كم ده، انما ده يعني ده سيتيزن اريست. بيقولوا لنا دلوقتي ان البوليس جه خدهم، يبقوا ياكدوا لنا برضه يعني. دي حاجه حبيت بس ابتدي بالفيديو ده
لأنه فعلا هزني. موضوع آخر ودي برضو صيحة خطر وناقوس خطر. بقالنا أسبوع 10 أيام كده العالم كله بيفكر إنه كان في 40,000 مقاتل في داعش اللي هم كانوا في ليبيا والعراق مشيوا، هيروحوا فين؟ خلاص يعني الأمريكان سووا الرئة بالأرض، قصف ورا بعضه، وكل المقاتلين اللي فيها مشوا، وفي العراق نفس الشيء، يعني في العراق نفس الشيء. ففي 40,000 مقاتل موجودين، هيروحوا فين؟ خبرين بس عايزكم حضراتكم تفهموهم. الخبر الأولاني أحد المسؤولين البريطانيين قال إيه؟ قال لك أي إنجليزي هناك لازم يتقتل، لازم موت، لازم موت. خبر موجود حضراتكم اهو بالعربي وبالإنجليزي، وزير بريطاني: قتل دواعشنا الحل الوحيد. اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية روي ستيوارت أن الطريقة الوحيدة التي يجب أن تتعامل بها بلاده مع المئات من المسلحين من مسلحي داعش البريطانيين في مناطق الصراع في الشرق الأوسط هي قتلهم. ما يرجعولناش البهوات، ما يرجع. ده مواطن إنجليزي معاه الباسبور بتاع جلالة، لا ملكة ولا أميرة ولا الليدي ديانا ولا كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني، يتقتله. كيلد ماست بي كيلد. دول الانجليز واضحين لانه عرف خلاص ان الناس راجعه، فقال لك دول ما يرجعوش، دول يتقتلوا. هنتقتلهم ازاي؟ دوروا عليهم، نبعت فرق، هنستناهم على الحدود، هنتفق مع الاتراك، هنتفق مع العراقيين، هيتقتلوا، هنتفق مع السوريين، هيتقتلوا. حل وحيد. ده مش عمرو اللي بيقول، وطبعا ده يعني ما حدش بقى هيكلمه عن حقوق الانسان وبتاعه حاجه كده، لا، قال لك اي حد بريطاني راح قاتل مع داعش يتقتل. راجل ما عندوش اي يعني بصراحه. طب ده واحد. راحوا جايين الفرنسويين، ما كل واحد بقى ايه، فرنسويين قال لك جومابيل عمرو احنا لينا هناك 850. قال له طب يا باشا اتفضل. قال له لا اتفضل ايه، نو نو، ما يرجعوش. قال له يعني ما يرجعوش؟ قال له اتصرف، ما يرجعوش. مش عايز يرجع فين؟ ده دول ايه ال 40,000 دول ايه يا باشا؟ خلاصه تدريب بقى وتسليح وبتاع. وبعدين كلهم كانوا أمرا، كل واحد كان عنده 20 جاريه وبتاع ومحطه فضائيه وكان بيدير دوله. فالفرنسويين قال لك ايه؟ احنا هنطردهم ونخلص عليهم ومن غير محاكمه. مساء الخير، بارليفو فرنسي، يقول له وي باو، بارليفو فرنسي يقول له وي باو، انتهينا. انا مش بهزر، اوعوا تفتكروا انا بهرج. الدولتان الكبيرتان في العالم الاوروبي وفي حقوق الانسان قررت ان تقتل كل مجنديها. خلاص يولع بقى ده على ده. اسال بقى السؤال المهم، هو بالصلاه على النبي، بالصلاه على طه كده، هو كان في كم مصري في ال40,000؟ طيب هتقول لي طب هم يا عمرو ال40,000 دول هيروحوا فين؟ ما هو بني ادمين يعني، يعني لا هيعرف يقعد في العراق ولا هيروحوا فين؟ يعني في 40,000 مواطن، ده يعني نص الاستاد اللي كان موجود امبارح، عشان نعرف العدد الضخم قد ايه. طبعا بقى بسلطاتهم ببابا غنوجهم، معهم عيال وستات وفلوس وسلاح، معهم كل حاجة. ولكن في ظرف اسبوعين، ودي برضو التقارير على فكرة ما بيجيلكمش اي حاجة من خيال، يعني في ظرف الاسبوعين اللي فاتوا ال40,000 دول فجأة انتشروا، يعني راحوا كل حتة. طيب رايحين فين؟ مش انا برضو مش هتوقع، انا اقول لكم الناس شافوا، ما هو طبعا في اقمار بقى صناعيه وبتاع ومش عارف ايه والهكس اللي انتوا عارفين، وطيارات من غير طيار وبتاع، وبيشوفوا الناس ماشيه رايحين فين؟ رايحين ليبيا.
هيقعدوا فين؟ في الكفرة على الحدود المصرية. ازيك بقى؟ أنا مش عاممني حقوق الإنسان والإخوة الفرنسويين والإخوة الإنجليز والإخوة الأمريكان والإخوة الدنماركيين والإخوة البلجيك، كل دول ليهم هم بالصلاة على النبي كام؟ أنا تقديري أقل حاجة في الأربعين ألف دول في 3000 مصري، وده الرقم ده برضو مش من عندي، ده الرقم ده احنا كنا سألنا جهات أمنية كثيرة، قلنا لهم على سوريا وقت مرسي، على سوريا وقت مرسي مش دلوقتي. ده أنا بقول لك التعداد ده كان إمتى؟ كان الرئيس مرسي عايز يبعت ناس تناضل هناك، فراح كام؟ 3000 أو 4000، ده العدد اللي وقت مرسي. قول مرت منهم 1000 فيبقى في 3000. البرتيتا كلها مصريين والتونسيين عندهم 10000، ده رقم هم عارفينه كويس. الفرنسويين اعلنوا النهارده 850، الانجليز قال لك في مئات. طبعا هتلقى اماراتيين وسعوديين ويمنيين وناس من الشيشان توليفه يعني. انا كل دوله قررت النهارده انها تعمل من بنها، مين دول؟ ولا يرجع ولا اعرف عنه حاجه ولا فيش. وانا عارفهم. وعلى فكره فرنسا عملت حاجه غريبه جدا، بعتت للعراق قالت لهم ادي اساميهم اهو، اساميهم اهم، دول ما يعدوش من عند ما تركبوش طياره، ما يجيليش، اساميهم اهي الليسته، اهي لسته ب 850 مواطن فرنسي يحمل الجنسيه الفرنسيه. سقف سقف. طيب الناس ديت هتتجمع تاني، وبرضو مش ده مش كلامي، بالتقارير ان طائرات قطرية تقوم بهذا العمل، تجمعهم مرة اخرى في ليبيا، ويتم عمل دولة داعشية قوية على الحدود المصرية. على فكرة هذا قد حدث، يعني انا مش بكلمك على حاجة هتحصل او حاجة احتمال، او انتوا عارفين اللي حصل في العراق، وعارفين اللي حصل في الرئة في سوريا، وعارفين اللي بيحصل في ليبيا، وعارفين الحدود، وعارفين ان النهاردة ان قواتنا المسلحة المصرية سلاح الجو المصري ضرب 8 عربيات مدرعة كانت بتحاول تعدي من على الحدود شايلة كلها سلاح. اظن كل دي معلومات معروفة، عمرو لا يأتي بأي معلومات جديدة خالص، ما عنديش اي حاجة جديدة يعني لا بقى عندي معلومة ولا مصدر مقرب ولا حد ما رفض ذكر اسمه. انا بقول لحضرتك على المعلومات اللي العالم كله يعرفها. السؤال هنعمل ايه دلوقتي يا جماعة؟ نحن بقينا الدولة الوحيدة اللي على حدودها قوات لداعش اهو، بعد خسارة معركة الموصل والرقة. خدوا بالكم يا ليبيا، ريجروبينج، بتعيد تجميع نفسها. فين؟ دي كل يوم بتعبر الحدود وتروح امريكا، في ناس بتتمسك وناس ما بتتمسكش. طب ماذا نحن فاعلون؟ انا بس كمان عايز حضراتكم تعرفوا حجم اللي بيحصل. انت بتتكلم على جيش جاي يقف عندك ومروش غيرك بقى، فهتبقى عندك الصحراء الغربية وعندك ولاية سيناء وبيت المقدس في الصحراء الغربية، وعندك في الصحراء الشرقية على يمينك وعلى شمالك، الاتنين موجودين. دي حرب ولا مش حرب يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ النهاردة الرئيس هو في فرنسا بيتباحث علشان يبقى في قمر صناعي خاص بالقوات المسلحه المصريه، انه يقدر يكشف عدد زايد. يقول لك هو ازاي يعدوا من اسرائيل؟ معرفش انا، بيخشوا غزه منين؟ يعني او بتخش رام الله منين؟ ما هو في معبر لازم يعني هتعدي بيه، يعني الاسرائيليين واقفين داخل وانت خارج. المعبر كله فيه تلات انفار. انت تبص كده، هو ده بوابة إسرائيل؟ اه.
هو ده اللي بيحمي اسرائيل من كل اللي طبعا ايه قمر صناعي عاموس، المنطاد الاسرائيلي بابوس، الكاميرات الاسرائيلية فاسوس، الاستشعار عن بعد جاموس. في ثلاثة واقفين للطفة والزرافة، يعني تقول له هو من هنا غزة يا عم، او من اخش رام الله لابو مازن من هنا، يقول لك اخش من هنا. طبعا لا تتخيل كم اللي بيبقى جواك وانت بتعدي ارض عربية لازم تعديها من على ارض اسرائيل. ولكن العالم بقى كده، ما بقاش في حد واقف على مرمى البصر بالمنظار شايفين عك، انتهى الموضوع ده خالص. فعشان كده الرئيس النهاردة هو قاعد في وزارة الدفاع وقاعد بيقابل واحدة من اكبر الشركات الفرنسية اللي بتصنع سلاح والاخره، بيتكلم على القمر الصناعي بتاع القوات المسلحة المصرية. فاحنا كل الناس اللي بتسأل وهو حتى هتعملوا ايه بالسلاح، لا احنا هنعمل ايه بالسلاح، ده احنا جايلنا البتاع. انا بقول اهو من بدري، مش بقول للقيادة، اكيد القيادة السياسية طبعا عندها المعلومات ديت، انا بقول للناس عشان تبقى فاهمة ايه اللي بيجرى، احنا في ايه، احنا مش في شم ورد. وكل الاخبار اللي انا جايبها دي ليست من اي مطبوعة مصرية ولا اي ولا كله اجنبي، يعني الحمد لله ربنا عافانا انه ابونا علمنا شوية انجليزي فبنقرأ شوية معلومات انجليزي، كل دي معلومات انجليزي. ايه يا خواجة هم رايحين فين؟ لا مش جايلي فرنسا، لا مش جايلي بريطانيا، لا مش جايلي المانيا، امال فين؟ عندك انت بقى اخويا اشربهم انت. مين اللي هنقلهم؟ والله القطريين بقى بينقلوهم، ربنا يكرمهم وهو هيخلصونا منهم. اوروبا مش زعلانة، ما انت هتخلصني انا مالي، البسهم انت، انما ما يجوش عندي، ما اشوفهمش عندي. طبعا دي نظرة قاصرة، لانه كل اللي عملوا عمليات في اوروبا ما كانوش راجعين لا من سوريا ولا من العراق، كلهم ابناء اوروبا اللي واكلين وشاربين في النايت كلابز وشمين وكوكايين وكل حاجة. اهو ادي ليبيا عم، ادي البهوات. دولة، الدولة الليبية طبعا فيها مشاكل كتير، مشاكل. امبارح كنت شايف تقرير، والله يا جماعة ما صدقت، تقرير عن الأزمة الاقتصادية في ليبيا. ينهر السودو منيل، ينهر السودو منيل، هو حد كان ده احنا كنا بنروح نشتغل في ليبيا يا راجل، احنا كنا بنروح نشتغل في ليبيا. ادي المدن الليبية، اتفرج بقى. وشبه الرئة وشبه الموصل وشبه كل حاجة. امبارح تقرير انه الليبيين عندهم ازمة اقتصادية، ده انا كنت بقول ان القذافي لو وزع عائدات البترول اللي في 30 سنة اللي فاتوا دول على تعداد، لان ليبيا كانت ايه 3 مليون ولا حاجة على المواطنين الليبيين، كان كل واحد خد له مليار دولار وروح ومش راح اشترى حاجة في اوروبا وبتاع وقعد، مش لازم يقعدوا في ليبيا خلاص. انه ما يوصلوا المرحلة دي، يوصلوا ان انت تفكر، هو تبتدي يخلوك تبتدي تفكر، هو كان القذافي احسن؟ يعني ان الناس توصل للمرحله دي تبتدي تسال. ليبيا احنا مالناش دعوه بالدول التانيه، ليبيا ربنا يحميها وان شاء الله شعبها يقف على رجليه ويقدر يعمل كل حاجه جيده، انما احنا الناس اللي جايلنا على حدودنا دول، وطبعا هيبتدي يسرب من على الحدود دي يودي على الناحية التانية في سيناء، كل واحد هيلتحق بقى بأشقائه. انت كنت تبع ايه؟ والله انا كنت تبع ولاية سيناء. هجري، عدي الحدود من الغرب، من الشرق للغرب، واطلع على ولاية سيناء وسلم نفسك عند القائد اللي موجود هناك. هل تتخيل ان هناك ميليشيا تقوم بعمليات وتهرب الى ليبيا؟ ظهير ارهابي، ظهير كامل، الكفرة دي ظهير كامل، وبالحج ده ظهير كامل. السؤال المهم،
اللي مش قادر اعرف له يعني. انت سمعت طبعا معلومات اللي فات ده كان معلومات، اللي جاي يا عمرو اللي فات ده معلومات، اللي جاي ده ارمي في الزباله. بس في سؤال، هما جايين يعملوا عمليات ضدنا ليه؟ نفسي اعرف يعني ما هو يعني اما يجي الدواعش ويقفوا على الحدود المصريه قرروا يعني الرئه كان مفهوم الرئه دي هم كانوا بيعتبروها مدينه نهايه العالم، ان العالم سينتهي في الرئه، وان ربنا وعدهم، عندهم اقتناع كده وان ربنا وعدهم بيها. الموصل التمركز في العراق ومش عارف ايه وبقايا حزب البعث وكل الكلام اللي انت عارفه ده. انما انت عايز ايه من مصر؟ يعني لماذا يرسل بالحاج عمليات ضد مصر؟ يعني نحن على حدود واحدة، انت قاعد هنا انا ملاش اي دعوة بيك، وانا في حدودي. بالحاج عايز يحكم مصر؟ ما اظنش. هو عايز يحكم ليبيا، واللي وقف له هناك حفتر، خليفة حفتر، فمنعه من ده، فهو مش عايز يحكم مصر. عنده مشاكل مع الإدارة المصرية؟ ما اظنش، لانه عمر ما كان في بيننا وبينه طار، ولا في بيننا وبينه اي حاجه، ولا احنا مقصرين ولا اي حاجه. طب ليه بيعمل عمليات ضدنا وسايب العمليات اللي في ليبيا؟ ليه مقاوي الشاب اللي هو الضابط بتاع الصعقه السابق ده اللي طلع من الجيش 2004؟ ليه مقاوي عنده هشام العشماوي تنظيم المرابطون كله؟ ليه؟ لانه في حد قال له خد فلوس واسند الناس دي، يبهدلوا البلد، بلد اللي بتقف على رجليها، البلد اللي فيها ست محترمة زي الست اللي انتوا شفتوها دي، بلد بتحاول تلم نفسها اتبعزقت 4-5 سنين. طب كويس، نرجع تاني للمهم. انا قلت لكم على رسالتي في موضوع داعش ده. نرجع للفيديو اللي في اول الحلقه، المقدم وائل غانم رئيس قسم اول مدينه نصر بيقول لنا تفاصيل الحادثه دي. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك سياده المقدم؟ مساء الخير يا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، قول لنا تفاصيل زياده، احنا ما عندناش غير الفيلم والفيسبوك وكده. هو في البدايه حضرتك انا بتوجه بالشكر للساده المواطنين اللي تواجدوا في محيط الحادث اللي احنا بصدد الحديث عنه النهارده، وبخص بالذكر الاستاذه يارا صلاح الدين اللي كان ليها دور كبير جدا الحمد لله في مساعدتنا في ضبط المتهمين اللي هم وردوا في الفيديو اللي مع حضرتك. هو في البدايه حضرتك احنا كنا بنمر في شارع عباس العهاد ومعايا معاون مباحث، فسمعنا استغاثات وواحده بتجري ورا عربيه وتستغيث زي ما حضرتك شفت وعماله تنادي حرامي حرامي. المسافه اللي هي قطعتها كانت حوالي 200-300 متر في وسط المره، وطبعا المنطقه ده شارع حسنين هيكل، منطقه حيويه عندنا جدا في مدينه نصر. كان بالتبعيه حضرتك عارف انت طبيعه الشعب المصري بيجري على مصدر الصوت، احنا جرينا مع الناس لان احنا المنوط بينا حفظ الامن في المنطقه دي، الموضوع يخصنا احنا تحديدا. لما وصلنا حضرتك لقينا في مجموعه من الاشخاص او من الاهالي بتمسك بشخص في العربيه نفسها اللي هي الخاصه بالمجني عليه، المجني عليه اللي حاطه لسيادتك هو شخص سوري بيمتلك مصنع ملابس في العاشر من رمضان وعنده الشركه او المكتب بتاعه عندنا في 4 حسنين هيكل. الاثنين المتهمين اللي احنا بصدد الحديث عنهم النهارده كانوا تتبعوا الشخص ده وعرفوا محيط سكنه وعرفوا سكنه وخدوا قرار بينهم وبين بعضهم ان هم يخطفوه او يسرقوه باقرار. بالفعل انتظروه النهارده تحت الشركه، امبارح انا اسف، تحت الشركه بتاعته وانتظروه. اول ما ركب العربيه هم متفقين مع بعض ان واحد يركب على الكنبه الخلفيه ويقدر يجذبه من هدومه لورا، وللاسف كان معاهم فرد خرطوش علشان يسيطروا بيه، والمتهم الثاني قعد على الدركسيون او عجله القياده وخد طريقه في اتجاه القاهره الجديده علشان يبدا يساوم او يبدا ياخد اللي هو عايزه. الحمد لله انا تصادف وجود واحده ايجابيه جدا اللي هي الاستاذه يارا اللي احنا بنتكلم عنها وبنشكرها وبنكرر شكرنا ليها، وللساده المواطنين اللي تواجدوا اللي كانوا برضه هم داعم معنوي ليها لان كانوا بيساعدوها وكانوا بيجروا وراها. يعني فعلا انا عايز اكد على عرفنا ان في موتوسيكل دخل حتى واتقلب وشباب دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه يا فندم. هم طبعا قدروا يعطلوه بشكل كبير جدا، وفعلا مجموعه من المواطنين قدروا يمسكوا بالشخص الاولاني اللي هو اسمه علي اللي كان معاه الادوات بتاعه التكتيف والتربيط واللاصق اللي هيتحط على البيت. لما احنا وصلنا كان الشخص او المتهم الثاني جري دخل في مدخل عماره، طبعا الناس خايفه لان كان معاهم فرد، الحمد لله دخلنا وقدرنا نسيطر على الولد وظبطناه.
طبعا لولا وجودها ولولا الاشخاص اللي تواجدت من محيط السكن او المواطنين الموجودين كان طبعا ده هيهرب، وكان هي يعني هيكلفنا وقت كتير جدا، وكان هيتعبنا جدا على بال ما نصبر. الحمد لله احنا بنوجه لهم الشكر تاني وتالت، لان الحمد لله كان لهم دور كبير جدا في ضبط المتهمين في حينه. حضرتك يا فندم يعني وصلتوا بعد ما مسكوا المتهمين بقد ايه؟ لا احنا وصلنا حضرتك تصادف وجودنا، هم كانوا مسكوا المتهم الاولاني الحمد لله. احنا بالصدفه كنا بنمر في شارع عباس، ده موازي لشارع حتانين هيكل اللي كان فيه الواقعه، يعني تقريبا المسافه ما بيننا وما بينهم حوالي 70 او 80 متر. احنا رحنا على مصدر السويط او السريخ، والحمد لله لما وصلنا لقيناهم مسكوا متهم، واحنا قدرنا بمساعدتهم برضه نخش العماره اللي فيها المتهم الثاني، وقدرنا نصف السلاح وبقيه المتعلقات اللي كانت معاه. الاثنين دول عمرهم ايه يا فندم، ولا بيشتغلوا ايه، ولا صنعتهم ايه؟ دول حضرتك دول سواقين، وهم بالمجني عليه كان عنده عرض في ارض المعارض بيعرض مجموعه من الملابس، والمتهم اللي فضل الحديث عنه اللي هو اسمه علي كان تصادف وجوده في المعرض بيشتري لبس، فالفكره جت في دماغه، خد الكارت بتاعهم احتفظ بيه المده دي كلها، وامبارح جات له الفكره ان هو يروح ويسرق الشخص ده بالاكراه. لما ناقشناه حضرتك اعترف تفصيلي ان هو كان هياخده ويروح بيه منطقه زي القاهره الجديده، وياخد منه العربيه وياخد كل المتعلقات اللي معاه، ومن ثم كان هيقدر ياخد تليفونه ويساوم بيه اي حد من الاهليه في ان هو يجيب له اي فلوس او اي حاجات يطلبها. مقدم وائل غانم، بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكركم على واجبكم ودوركم ان انتم متواجدين في الشارع. دي بتبقى مساله مهمه، الدوريات دايما اللي موجوده في الشارع دي بتساعد الناس، ووجودها بشكل دائم بيبقى شيء مهم جدا. فشكرا ليك. العفو يا فندم. شكرا ليك. طيب النهارده احنا عندنا حلقه كويسه حضراتكم، في حاجات مهمه في الحلقه النهارده تعجبكم ان شاء الله. هنطلع فاصل اعلان ونرجع تاني فقره قادمه، عندي شويه اخبار كده، بحب الاخبار يعني من صغري، من وقت ما كان الواحد بيشتغل صحفي، ان شاء الله قريب ارجع اشتغل صحفي تاني برضو، لان شغله الصحافه دي محترمه ولطيفه برضو. فعندي كذا حاجه كده عايز اقراها برضو لحضراتكم الفقره القادمه. اطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ارجوكم ابقوا معنا. الأرض اللي انتوا شايفينها دي اللي تحولت لخرابة وبدأت تربي فطريات وعفونة، كانت على مدار 25 سنة مكان لتربية جيل أزهري بالمعهد الديني بقرية برية لاسيفر بكفر الشيخ، واللي توقفت الدراسة فيه من 5 سنين وتهد السنة اللي فاتت، وده خلى الأهالي تقدم شكاوى كتير لمؤسسة الأزهر خوفا على مستقبل أولادهم. المعهد سنة 73 بدأ في بيت تبرع، المعهد الابتدائي بدأ في بيت تبرع لحد سنة 92 لحد أن أضير من الزلزال أغلق، وبعدين جه في المعهد اللي هو الايه الإعدادي الثانوي اللي هو بتاع صفر، لحد بعد كده لحد سنة 2015 بدأ الحضور فيه، إلى أن جاء طبعا مسألة إزالة المعهد ومسألة أنه يتسلم لمجاول تاني. فوجئنا أن طبعا الأزهر بيقول أن المجاول مات وأن المناقصة واقفة وأن هي عايزة تطرح، وظل الحال هكذا. أبنائنا مش مشردين في العزب، مشردين دلوقتي على الطرقات، وإحنا طبعا دلوقتي بحاولنا نوفر إن شاء الله مكان يعني إيه بيت كده نأجره يحضر فيه بعض الايه بعض الطلبه برضو، علشان خاطر اولادنا اللي هم الصغيرين اللي هم في الابتدائي، اما الاعدادي والثانوي مشردين في البلاد. هذا البلد بما يحويه من اكثر من 100,000 نسمة بيتعلموا في هذا المكان، ما عندناش اي مؤسسه تعليميه بخلاف فصول في المدرسه الاعدادي، كان بيحضر فيها الازهر وبيحضر فيها التربيه والتعليم ابتدائي وايه واعدادي. نطالب المسؤولين على ان الازهر يقوم ببناء هذا المعهد مرة ثانية من أجل تشريد أولادنا في جميع القرى والعزب المجاورة لهذا القرية. الطلاب بيلاقوا معاناة كبيرة في الوصول للأماكن البديلة للمعهد للدراسة اللي بتبعد عنهم بمسافة طويلة، وده بيضيع منهم وقت المذاكرة وخلاهم يبطلوا يروحوا المعهد. أنا كان عندي هنا معهد، المعهد اللي أنا بحضر فيه حاليا يبعد عن القرية بعشرة كيلو، العشرة كيلو دولت أنا باخد بركب مواصلة بخمسة جنيه لحد هناك 4 كيلو، وستة كيلو مفيش مواصلات في الصيف، تخيل أنت بقى في الشتاء. المعهد لازم نتبنى، ليه أهمية كبيرة طبعا، أنا أطلع من المعهد بيتي في القرية اللي أنا فيها أو يبعد 2 كيلو كيلو 3 كيلو إنما مش 10 كيلو. السكة بتبقى طويلة والشتاء ما عرفش نحضر، ما فيش وقت أذاكر فيه، بطلع الساعة 9 وباجي بعد المعهد بروح دروس، وبطلع مع الدروس أروح الساعة 9 بالليل
ما بقدرش انام، ما بقدرش اذاكر ولا اعرف انام ولا اعرف اوضب حالي. هم مأجرين لنا مبنى هنا يعني، وبنروح بس ومغيبيننا اسبوع، مغيبيننا اسبوع قبل كده، وما بنعرفش نذاكر من غير مدرسين، بس احنا بناخد واحنا رايحين المبنى اللي هم مأجرينه لنا ده نص ساعه. قطعتين ارض بقريه بريت لصيفر بكفر الشيخ في انتظار استجابه المسؤولين بمؤسسه الازهر لبناء معاهد تعليميه لابناء القريه. يا ترى هيبقى في قرار بإعادة بناء المعهد الديني ولا هيفضل الطلاب مشتتين في القرى المجاورة؟ عماد البطراوي، كل يوم on E. والله المصريين دول أبطال. شفت الواد قاعد في الشارع ماسك الكتاب بتاعه بيذاكر ازاي؟ أبطال، عايز تعلم الواد، عايز تعلم، ابطال والله من الدرجه الاولى. اي حد تاني يقول لك بلاها بقى، احنا ننزل نلقط رزقنا في اي حاجه ولا نولع في اي حاجه ولا نشوف اي حاجه، ابطال. انا بس بناشد يعني الازهر الشريف، وهم عندهم يعني صندوق الزكاه وعندهم امكانيات جيده، ولو عايزين نشوف ازاي نقدر يعني، ما فيش اعظم من التبرع لمعهد ديني يعني. يعني دي مش صدقه جاريه بقى، ده دي يعني من اعظم الاشياء. ده ناس بتتعلم فيها القرآن والسنة ويتعلموا تعليم الدين السليم من صغرهم على أيدي علماء محترمين، والأرض موجودة. شوفوا عايزين إيه، لو ما فيش إمكانيات نساهم، تعالوا نشوف لكم شوية حديد ونجيب لكم شوية أسمنت ونتبرع بفلوس ونبني المعهد الديني، إيه المشكلة؟ بس العيال ما تتبهدلش كده، العيال عايز تتعلم، العيال كويسة. شايفين وقال القرية محترمين ان هم اجروا اماكن بديلة عشان العيال تروح تتعلم فيها. مصر ده بطل، مصر ده محترم. نن عين الاب والام ان يشوف الواد متنور ومتعلم، هو ده اللي هيقود البلد. هتخليه يقودها ازاي؟ هيقودها منين؟ ومشاعره هتبقى عاملة ازاي وهو قاعد كده؟ اي مستقبل ينتظره؟ اي مستقبل ينتظره؟ اي عين بتربيها على الجمال وعلى وعلى الاحترام؟ احنا مش عايزين نعمل مثلا مدرسه يابانيه هناك، عايزين نعمل كتاب يعني مبنى يبقى دورين كده محترم نظيف، الناس تخش فيه والارض موجوده، بدل ما هي بيحرقوا فيها زباله يعني. يعني انا بهيب بس بفضيله شيخ الازهر، واحنا مستعدين نشتغل ونلم ونروح ونساعد ونساند، وهو اكيد عنده امكانيات برضه ويستطيع في فتره قصيره انه يغير حياه شباب بالمئات يبقوا حاجه تانية. يعني فضيله شيخ الازهر وجد المعاهد الدينيه والاماكن التي تحتضنه صغيرا لغايه ما اتعلم التعليم الجيد، والدوله سفرته بره ودرس، ووجد برضه كان محظوظا ان يجد تعليما جيدا. العيال دي محتاجه. الواد بيروح بيته من الساعه 9 بالليل من المدرسه، يعني ينزل الساعه 7 الصبح ويرجع 9 بالليل، بيمشي على رجله 6 كيلو عشان يتعلم. دول ابطال دول ولا مش ابطال؟ ده اولاد يعني يستحقوا كلهم. مصري ده مواطن محترم وجميل، وامه ست محترمه وابوه راجل محترم، ان هم عايزين يربوا عيالهم وعايزين عيال تتعلم وتبقى كويسه. يا رب حد يسمع يعني، احنا بس يقولوا لنا ومستعدين نعمل ليله لاهل الله، نقعد ليله كده عشان نبني ان شاء الله المعهد الديني في كفر الشيخ. هو في اجمل من كده شرف؟ هتقول لي يا عمرو يجي فلوس؟ وانا عارف ان الازهر مش محتاج، عندهم امكانيات وعندهم تبرعات في الصناديق بتاعتهم. شوية بقى في اللذاذة يعني كده، أخبار اللي أنا بحبها. النهاردة كان في جلسة في مجلس النواب، فالنهاردة رئيس المجلس قال لهم إيه؟ قال لهم الجلسة مش عجباني وغير مقبول إن الناس تتمشى في القاعة. في ثلاث اربع حاجات حصلوا في الجلسه دي النهارده.
اولا قال لهم الجلسه مش عجباني، الناس ما بتسمعش والناس قاعده بتتمشى في القاعه وانا حرف على الجلسه، مفيش حد بيقعد. وبعدين اهم حاجه بقى دي اللي جميله قالها لهم ايه، لهم يا جماعه خدوا بالكم من السبب، لهم يا جماعه ابعدوا عن وزير التربيه والتعليم وانتوا كابسين عليه كده، الراجل عنده برد وحراره. تاني سياده رئيس مجلس النواب قال لهم ايه، وده مش من عندياتي، انا بقرا الخبر اللي موجود اللي كاتبه خالد صلاح، لا هيقبضوا على حد يقبضوا على خالد صلاح اليوم السابع، اهو انا ببلغ علينا اهو. السيد رئيس مجلس النواب ما قالش للنواب لو سمحتوا ما حدش يقرب للوزير، انه عيب انك تروح تمضي منه ورق زي زمان تاني. ما هم وزير التربيه والتعليم ده كل واحد بقى معاه شويه ورق كده، اللي عايز تحويل اللي مش عارف ايه، اللي عايز يودي ايه، اللي عايز يبني ايه، ورايحين للراجل وهم عارفين بقى مش عارفين بقى ان وزير التربيه والتعليم الجديد ده طارق شوقي ملوش في النظام ده. يعني كان زمان الوزير بيعمل ايه؟ كان بيبقى معاه قلمين، واحد احمر واحد ازرق، ويخش مجلس النواب او كان وقتها مجلس الشعب، اللي بالاحمر ده معناه انه مش هيتنفذ، اللي بالازرق ده معناه انه نبقى ننفذه له. طارق شوقي ما عرفش الكلام ده الراجل، والناس ملموم عليه. فالسيد رئيس مجلس النواب قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه محدش، يا الراجل عنده حراره، عنده حراره وعنده برد، يعني هو طبعا خايف على الوزير وخايف على النواب كمان ممكن يتعدوا منه. الاهم النهارده السيد مجلس رئيس مجلس النواب قال للنواب ايه في المجلس؟ قال لهم يا جماعه مش ممكن كده، ما بتجوش. هو قال هذا، انتوا يا جماعه ما بتجوش ليه؟ هيبقى شكلكوا ايه قدام الناس اللي منتخباكوا والكراسي فاضيه كده؟ طبعا احنا ما بنشوفش لا كراسي فاضيه ولا مليانه، لان احنا ما بنشوفش الجلسه، والمحطه اللي كانوا بيذيعوا فيها الجلسه متسجله قفلوها، فاحنا ما بنشوفش بيروحوا ولا ما بيروحوش. والسؤال الاهم، هو لسه في حد مهتم؟ فرئيس المجلس عمل حاجه غريبه جدا، قال لك انا هرفع الامضه صح، انتوا عارفين ارفع الامضه ده تعبير من ايام الحكومه زمان، اللي هو ايه؟ هشيل الدفتر. زمان كانوا الناس الموظفين الحكومه يجي ايه؟ هو المفروض يوصل الساعه 8 فلازم يمضي في الدفتر، لو اترفع الدفتر 8 وربع انت ما جيتش خلاص، انت غياب. فقال ايه؟ هرفع البصمه، لان دلوقتي بقت بصمه، هرفع البصمه على 11 وربع. النواب ما بيروحوش. اهو من حق الناخبين رؤية نوابهم بالقاعة، من حقهم، حق ايه ولا مش حق ايه؟ من حقهم. وليه النواب ما بيروحوش؟ ده كان سؤال. اهو قال لك راح العيادة ياخد العلاج. خبر تاني، مش بقى الاخبار دي بتضايقكم، بس انا في خبر واقف عنده. في وسط ما السيد رئيس مجلس النواب بيحاول ان هو يدعو النواب ان هم يجوا الساعه 11 وربع ولا 11 وبعد ربع ساعه هرفع البصمه وبتاع، بينما يحدث هذا والنواب ما بيروحوش، في ناس ما بيناموش بقى بالليل بره. الموضة الجديدة في العالم دلوقتي هو ما يسمى بطباعة 3D. يعني ايه طباعة 3D؟ ان انت ترسم رسمة، ترسم مثلا كوباية، ترسم كوباية على الكمبيوتر، وتروح داي الزرار فيجي يطلع في, 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 في صندوق كده الكوباية طالعة زي ما انت عاملها. انت عاملها ايه مثلا؟ بلاستيك، فتروح طالعة لك بلاستيك، تروح من هنا ليه؟ يعني عارف انت موصل البتاع ده بالبرينتر، البرينتر ده عجوبة انه في كلام من هنا بيطلع وده بيطبع ورق، فكان شيء مذهل. لا ده 3D، ده طباعة 3D، ده مش طباعة، ده هو بي 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 بيحول الحالة الرقمية الى حالة مادية، سبحان الله. خلاص، فقلنا بيعملوا كوباية، قلنا بيعملوا علم. فراحوا الناس بقى اللي ما بتنامش بالليل
وبيروحوا شغلهم بدري الصبح وما بترفع لهمش بتاعه ومش عارف ايه، عاملين قلب سيليكون بينبض بينبض بيعمل بابم بابم بابم، اترسم على الكمبيوتر وتزبط بشرايينه وبصماماته وجايز بدعاماته عشان لما الراجل قلبه يتسد زي كده يبقى عنده الدعامة. القلب سيليكون طلع اهو beats like the real thing، يدق مثل القلب الحقيقي، لان دول بيروحوا في ميعادهم ما عندهمش حد بيرفع لهم البصمة والحاجات دي كلها. خبر تاني ينقض في نفس السياق. ادي القلب اهو اترسم دب 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 دب، ارسم واصنع سيليكون قلب. يا لهوي يا جدعان، يا لهوي يا جدعان على العلم واللي بيجرى فيه، واحنا هنا لسه كتير اهو بيدق اهو. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. بعد كده هيبقى قلاووز، اللي هو يروح جايين ايه، عارف زي ما بتغير لمبه القلاووز كده، تروح وتروح ايه ركب قلب جديد وطلع. اي حاجه في الجسم هتبقى قلاووز بعد كده، كل حاجه. تنور تفضل. أين نحن؟ بالصلاة على النبي. في ناس ما بتنامش وبتصحى بدري تروح شغلها. قال لك لا مش بس كده، انتوا كنتوا قاعدين تعملوا انسان آلي من اللي بيمشي على الارض، انا اعمل عصفورة من اللي بتطير. ايوه بتطير. ازاي يعني بتطير؟ لا هتطير، تعمل كده وتطير بس هي تبقى طيارة. لا مش طيارة، ما الطيارة بتطير، لا ده هي بتعمل زي العصفورة وتطير كما العصفورة اهي. اول عصفورة روبت سيو 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 وتقعد ترزل عليك غلس وتاكلها القطة او تاكلها القطة كمان. زي الحال، زيك بقى. في نفس الوقت السيد في نفس الوقت في مدرسة بقالها أسبوعين في كفر الشيخ ما اشتغلتش، والأهالي راح عمل مظاهرة علشان المدرسين ما جوش لغاية دلوقتي، فيش مدرسين. No teachers. No teachers. فيش مدرسين. فقال والله راحت الناس راحة واقفة بقى قدام مدرسة حللنا المشكلة. ده هيطلع العصفورة ازاي؟ ما يطلعش عصفورة اهو. ادي اولياء الامور. احنا الطلبة بتاعتنا بقالنا اسبوعين بنبعتهم المدرسة والمدرسة ما فيهاش مدرسين. وعلى الجانب الاخر يتحدث السيد وزير التربية والتعليم على انه مشروع التلاتين الف مدرس كان مشوها، واللي عمله يتحمل مسؤوليته. اللي هم التلاتين الف مدرس وانت مش لاقي مدرس واحد. يعني النهاردة برضو تصريح السيد وزير التربية والتعليم ايه؟ قال لك اللي عمل بقى الموضوع ده المشوه ده يتحمل مسؤوليته. اهو تشوهات مسابقة التلاتين الف معلم كبيرة ويسأل عنها من اطلقها.
دول هنا بيتزاروا وادي العصفورة. يا ابني شيلني انا احط العصفورة. ايوه ايه تطير، انها تلعب، انها تطير عصفورة مش طيارة. ايه عصفورة حمامة. واحنا هنا بندور على المدرس. ادي العصفور تطير انها تلعب، وهنا احنا بنتظاهر عشان مش لاقيين مش لاقيين مدرس. طب والتلاتين الف دول اللي عيناهم راحوا فين؟ ومسابقة التلاتين الف والتلاتين الف اللي مش عارف ايه والمسابقة بتاع وانا نجحت وانا كان عندي ملحق، طب راحوا اين ذهبوا؟ اكلتهم القطة؟ خبر واحد بس وسيصمت المذيع الى الابد. قال لك فليتحدث او ليصمت للابد زي الافراح الاجنبيه كده. في خبر النهارده انا فاقر اصلي. اهو السيد محافظ الغردقه النهارده اعلن انه المؤتمر الاقتصادي الدولي هيكون في الغردقه يناير الجاي، وتوقيع عقود مشروعات ب 43 مليار جنيه. خدامك طبعا الناس بقى تقرا 43 يقول لك اديني بقى المهم ما علينا. انا انتوا عارفين انا بقف عند التافهه، انا ما بقفش عند الحاجه المهمه. هو في يناير الجاي هتكون اللائحه التنفيذيه بتاعه قانون الاستثمار طلعت. كل مره طارق يونس يقول لي ايه الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، ما هو عميل الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، يقول لي في ودني الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، اهو قال لي الاسبوع الجاي برضه. انا بسال بس، انا مش واقف، انا مش واقف على ال 43 مليار. ربنا يزيد ويبارك ويوسع ومجهود عظيم من السيد محافظ الغردقه. انا بسال سؤال ملوش علاقه بالسيد محافظ او محافظ البحر الاحمر، انا اسف برضو دي اللي انت واقف عندها. السؤال المهم هو هيكون الصيغه التنفيذيه او اللائحه التنفيذيه لقانون الاستثمار طلعت ولا لا في يناير الجاي؟ الاسبوع الجاي يعني اللي هو بعد يومين ولا الاسبوع اللي وراه؟ يعني مع النهائي بتاع الاهلي ولا بعد النهائي بتاع الاهلي؟ مع الستة اتنين التانية ولا الستة اتنين الاولانية؟ مع وليد ازارو ولا من غير وليد ازارو؟ مع الجن الاحمر ولا من غير الجن الاحمر؟ والله انا لو منكم اخلص مني. انا يعني لازم تشوفوا مذيع بقى فرفوش، خلاص بقى دم تقيل وما بقتش فرفوش اني مور، فانا شايفكم تخلصوا مني وخلاص، لانه انا كده بصراحه لا فيش خبر. انا هقول لكم احنا عندنا ايه خلاص. الفقره القادمه حضراتكم عارفين ان في قانون جديد للمرور. القانون الجديد للمرور ده يماثل القوانين المطبقه في اوروبا وامريكا، اللي هو بيعتمد على النقاط. يعني ايه؟ يعني حضرتك عندك 50 نقطة، كل ما يتسحب منك نقطة بيبقى عندك عقوبة معينة، وكل جريمة من جرائم المرور عليها نقط. يعني في جريمة تعملها عليها نقطة واحدة، في جريمة عليها نقطتين، في جريمة عليها ثلاثة، في جريمة عليها خمسة، مع ان انت تتسحب منك الخمس نقط اللي هو الجريمة اللي عليها خمس نقط، وتتسحب منك العربية ويودوك مدرسة لتأهيل القيادة. يعني في اقتراحات في هذا القانون. القانون ده وجهت اليه الكثير من الانتقادات. ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ العميد دكتور ايمن الضبع وكيل اداره نظم معلومات المرور هيكون معانا الفقره القادمه. بعد هذه الفقره الدكتور سعد الدين هلالي فقره الفكر الديني. فهنتكلم في قانون المرور لانه هياثر علينا كلنا. هو يعني في اسئله كثيره وملاحظات كثيره على القانون هنطرحها، لانه قانون تقريبا يكاد يكون انتهى.
فهو ده القانون اللي حضرتك هتتعامل بيه في بالمرور في مصر. موضوع العصفورة مضايقني جدا بس يعني مفيش مشكلة يعني. خلينا نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني، أرجوكم ابقوا معنا. بنرحب بيكم مشاهدينا في جولتنا الأسبوعية في محافظة في أسبوع. احنا موجودين في شارع الجامعة وهو واحد من الشوارع الرئيسية في محافظة كفر الشيخ، المحافظة اللي احنا موجودين فيها وبنتواصل مع أهلها بقالنا يومين تقريبا عشان نعرف أهم أخبار المحافظة دي ونعرف كمان الشكوى الرئيسية لبعض المواطنين من بعض المشكلات أو حتى أهم الأحداث فيها. أول الأخبار الهامة معانا في محافظة كفر الشيخ، فعلياً في منطقة بركة غليون بيتم العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، بيستهدف إنها تغطي 50% من الاحتياجات السمكية في الجمهورية كلها لاستهداف زيادة نسبة التصدير للخارج من الإنتاج السمكي للمحافظة. تاني الأخبار الهامة معانا في محافظة كفر الشيخ هو متابعة الأعمال في مصنع لفصل الرمال السوداء. المصنع ده هيكون واحد من أكبر المصانع اللي بتعمل على فصل الرمال السوداء سواء كان في كفر الشيخ أو في مصر أو حتى مستهدف أنه يكون في الشرق الأوسط. المصنع هيكون مبني في منطقة شمال شرق البرولوس. في خبر في الحقيقة أثار استغراب كتير من اللي ساكنين في منطقة الكردوة في مركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. 21 طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية في مدرسة الكردوة الإعدادية أصيبوا بحالات اختناق، لكن مع الوقت اكتشف أهل القرية إن أبنائهم حصلت لهم مشكلة بأنهم حصلوا على عبوات سبراي سواء كانت لمعطرات أو حتى لمزيل عرق واستخدموها، وواحد من الأطفال رشها في الفصل وأثر على كتير من الطلاب الموجودين حواليه. في منطقة عزبة الشهاوي التابعة لمركز كفر الشيخ في المحافظة نفسها بيعاني الأهالي وأولادهم من حالة تخوف مستمر على صحة الأولاد وحتى على حياتهم. الأولاد في رحلتهم اليومية من عزبة الشهاوي لمدارسهم بيكونوا مهددين بالسقوط في واحد من المصارف الزراعية المارة إلى جوار عزبة الشهاوي. الأطفال بيضطروا للعبور على كوبري خشبي متهالك، وشفناهم بعنينا وهم بيعدوا على الكوبري ده، وأحياناً كتير منهم بيقع ويصاب بإصابات سواء كانت جروح في الوجه أو حتى كسور وغيرها من الإصابات. وكل المطلوب إن المسؤولين يساهموا في عمل كوبري يسهل حركتهم من قريتهم عبوراً على المصرف إلى الطريق الرئيسي اللي بيروحوا منه لمدارسهم أو حتى الأشغال. خلال الأسبوع ده ودع الآلاف من أبناء قرية مسير ومنية مسير في محافظة كفر الشيخ جثمان واحد من أبنائهم اللي استشهدوا أثناء تأديتهم للعمل في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. الشهيد هو رقيب شرطة عبد الله عبد النبي حسن أبو زيد، واللي شيع جثمانه في جنازة عسكرية، وأثناء الجنازة طالب المشيعين بالقصاص من القتلة في أسرع وقت ورددوا هتافات منددة بالإرهاب. وبعدها كتير منهم اتكلموا عن إنه الشهيد كان واحد من أبناء القرية الصالحين وشهدوا ليه معظمهم بحسن الخلق. انا عارف ان الغرامات غليت، الغرامات زادت، يعني معظم الغرامات الرادار زاد، اتكلم في الموبايل تقريبا زادت، حته التزام بعدم الموبايل والحزام والسير عكس الاتجاه، يا ريت بس الناس يلتزموا بالحته ديت. بالنسبه للفحص او فحص الرخص او كلام من ده بنفحص ثوري، يعني ما بروحش المرور زي زمان يعني.
بفحص فوري وبتصل بالتليفون يجي لي وكده. بدل ما الرخصه تتسحب يعني وكده هيبقى في زي نظام النقط يعني. يعني بيدي عقوبات على لو حد اتكلم في التليفون. اعاده الاختبار مش حاجه وحشه سواء لو جاني او مجني عليك، يعني بتحسن نسبه الناس اللي هتبتدي تسوق بعد كده، فان انت تعمل رخصه جديده دي مش حاجه وحشه خالص يعني. دفع كمان ما بيبقاش فوري، وان كل واحد طبعا يبتدي ايه ياخد حذره من الخلافات المروريه بحيث ان احنا ايه نحاول نسير العمليه بس في الشوارع. النقط اللي على الرخصه دي مهمه مهمه لو اتنفذت صح. كل اللي اعرفه انه بيبقى بوينتس، والبوينتس دي بتتخصم في حاله حدوث مخالفات كبيره. 50 نقطه المفروض الانتظار مش عارف بنقطه او بنقطتين، لو انتظرت تاني بيديني 3 نقط. نظام النقط هيخليني ان انا ملتزم ليا عدد نقط معينه، لو استنفذت النقط بتاعتي الرخصه بتاعتي اول مره تتوقف فتره معينه، وبعد كده تتوقف وبعد كده ممكن توصل ان انا خلاص انا ممكن اقعد سنه ما ينفعش اركب العربيه. النقط على الرخصه 50 نقطه تمام كده، ولو تعدى النقط دي بيسحب الرخصه. لو انا عملت مخالفه او حاجه في نقط باجي في اخر باجي برخص بالنقط بتاعتي، لو خلصت بيبقى فيها اضافه اكتر للشريحه. يعني موضوع اللي هو النقط واي مخالفه هيبتدي يتخصم مننا نقط لحد ما نوصل رقم معين، ونبتدي بقى ندفع غرامات وبتشدد بقى العقوبه لحد مرحله بقى سحب رخصه القياده او رخصه السياره نفسها. يعني في حاله المخالفه يتم خصم نقطه او نقطتين من رصيدك، وبعد كده الرخصه تتسحب، تاخد ايقاف لمده اسبوع او اسبوعين او كده. معظم الوقت لو سايق عربيتي بلاقي مخالفات كتير جدا من السيدات والبنات في الشوارع. انا شايف الموضوع ده لو هم فعلا يطبقوا موضوع النقط دي مفيش بنت ولا ست هتركب عربيه. طبق صح، بس انا مع النظام شيء كويس. هو المفروض ان كده هيقلل عدد الناس اللي معاها رخص وما بتعرفش تسوق. طب هو ايه المشكله؟ ما هتبقى في ايد امين الشرطه برضه. ايه الجديد اللي هنعمله؟ لو الشرطه احترمت القانون ده الشعب هيحترمه. انا كنت عايشه في دبي والحاجات دي كانت بتحصل هناك، ودي حاجه كويسه جدا. هو اللي انا اعرفه ان هو بقى بالنقط، فدي حاجه كويسه، ما فيش عامل بشري، فدي حاجه احسن. انا مع القانون دوت، لان اعتقد ان القانون ده هيحد كتير قوي من حوادث الطرق. انا شايف انه مش منطقي عشان الشوارع كلها مش مظبطه، في شوارع ضيقه كتيره جدا في البلد، شوارع كتير جدا مش معرفش هتوصل لها ازاي الحكومه في تركيب كاميرات مراقبه. شايف ان هو مش هينفع يتطبق لانه مفيش كاميرات مراقبه، مفيش نظام تكنولوجيا حديثه. الاول قبل ما نقول موضوع قانون المرور ده، يعني الاول نشغل الكاميرات في الشوارع، يبقى كل يعني في شوارع جانبيه كتير مفيهاش كاميرات، فده احنا كده نعمل نطبق القانون ده في الشوارع الرئيسيه بس. قبل ما نتكلم في قانون المرور عندنا كذا حاجه عايزين نقولها. الاول معانا الفنان محمد ثروت عشان عايز يقول لنا على خبر كويس. اهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ استاذ ثروت. طب عندنا خبر تاني برضو نقف عنده دلوقتي من ربع نص ساعة. اختاروا كريستيانو رونالدو صديقي وحبيبي اللي وش حلو عليه السنة دي انه يبقى افضل لاعب في العالم. الحفلة كانت موجودة في لندن. رونالدو زيدان الافضل في العالم، فرونالدو فاز. مبروك يا رونالدو. وهنا صورة رونالدو مع احمد ابو هشيمة. احمد كان موجود ايضا باعتباره يعني من الناس اللي مهتمة بالرياضة، وطبعا لدعم اشياء كثيره زي ما بقول لحضراتكم هتحصل في اون سبورت قريب، وطبعا اجتماعات كثيره في لندن لنقل مسابقات ونقل مباريات هامه جدا لاون سبورت. اون سبورت فتره قادمه دي هتبقى فيها طفره كبيره جدا. معانا الفنان محمد ثروت. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا عمور، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ وحشني. ربنا يخليك انت اكتر. قول لي هتقدر تساعدنا ازاي في موضوع المعهد وموضوع الكوبري وكل الحاجات؟ لا، الكوبري مهم عندي جدا. الناس يعني انا طبعا عشان كفر الشيخ تعتبر طنطا، لان احنا اساسا كفر الشيخ وطنطا كانوا واحد وكان اسمهم فؤاديه، وبعدين انت كطنطاوي لازم تعرف في الواقع دي. لا ما اعرفهاش. احنا كنا محافظه، لا احنا كنا محافظه واحده اسمنا الفؤاديه. وبالتالي النهارده لما فصلونا عن كفر الشيخ احنا ما عندناش توسع الا في الارض الزراعيه، وكفر الشيخ فيها ارض ما لسه ما زرعتهاش. فيعني المهم احنا القريه دي يعني نكلم سياده اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، واحنا مستعدين كمؤسسه ثروت للايتام ان احنا نساهم في الكوبري صغير ان شاء الله هيبقى على المصرف يعني، و
والناس تعدي في امان وتحت امرهم. ربنا يكرمك، دي حاجه جميله. انت شايف الاطفال اللي هي وهي رايحه مدارسها واشغالها كل يوم بيعدوا على كوبري يعني عدد من الواح الخشب. لا ما يليقش بصراحه، معلش. طب احنا بنشكر حضرتك على هذه المبادره الجميله، ودي مش اول مره، طول عمرك سباق للخير يا محمد. ربنا يخليك ويبارك فيك، دي بلدنا ودول اخواتنا. هو الكوبري قدامنا اهو عشان انت مهندس وتاخد مقاساته بقى. طبعا ايا كان هو حرام يعني، مش معقول الناس تعدي على كوبري الخشب بتاعه مخلوق بيقف في المصرف اصلا، ولا ليه سور ولا ليه اي حاجه، ولا حاجه، ولا له سور ولا له حاجه. ربنا يكرمك يا محمد. ربنا يخليك. شكرا لك. طيب نرجع للقانون. العميد دكتور ايمن الضبع، وكيل اداره نظم معلومات المرور، اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا استاذ عمر والساده المشاهدين، اهلا بكم. من الاول كده باختصار شديد تشرح للناس ايه فلسفه القانون، عشان الناس تعرف انه اولا الناس تعرف ان في قانون جديد للمرور تم الموافقه عليه في مجلس الوزراء، هيروح مجلس الدوله وبعد كده يتعرض على مجلس النواب. ممكن تشرح للناس القانون ده عامل ازاي؟ طب ممكن تسمح لي بس بنقف دقيقه احداد على ارواح طبعا شهداء مصر طبعًا. الغاليين طبعا اللي كلنا عز علينا افتقادهم، لكن مصر اطلاقا مش ممكن تسيب حق اولادها الغاليين، واعتقد كلنا مستعدين نعطي لمصر هذا القدر واكبر لان مصر تستحق. ونقرا الفاتحه كمان على روحك. اتفضل. اتفضل يا فندم. حضرتك اشرح لنا ايه هي فلسفه القانون، قانون قايم على ايه؟ والله حضرتك احنا قانون المرور الحالي هو تم تصديق عليه سنه 73 يعني 44 سنه. كثير من التطورات، كثير من التكنولوجي سواء في مجال العربيات او في مجال المركبات او الطرق او التحكم المروري او طرق الردع اللازمة، فدخل على القانون الحالي أكثر من تعديل، كان تعديل سنة 99 وتعديل سنة 2008 وبعدين لحق بعض التعديلات في 2014 و2015 نتيجة التطور الكبير اللي حصل. لابد أن قانون المرور يبقى عنده القدرة على مواجهة هذه التطورات، عشان كده كان لازم اتجاه الوزارة أن احنا نراجع السلبيات اللي موجودة عندنا، إشكالية حقيقية وأزمة كبيرة في مجال المرور، ما بين حوادث، ما بين وقت مهدر شديد جدا، ما بين تلوث بيئي، ما بين إهدار الوقت المواطن، فكان لازم السلبيات دي تبقى تحت نظرنا ونشوف العالم رايح فيه، نشوف اللي تم في الدول. الموضوع مش اختراع، الموضوع ان احنا في تجارب ناجحه جدا موجوده في الدول ومستحدثات كتيره جدا في مجال التكنولوجي لازم ناخد بيها، عشان كده كان لازم يبقى في حاجه لقانون مرور لا يصلح معه التعديلات. يعني مثلا انا هضرب لحضرتك بعض الامثله البسيطه جدا اللي مهمه جدا في المرور واللي اعتقد هتسعد بعض وكثير من مستخدمي الطرق والمتعاملين مع المرور. أولا أنه هينشأ مجلس قومي للمرور والنقل، يبقى مسؤول عن وضع الاستراتيجيات لهذا المرفق الحيوي سواء المرور أو النقل، ده هيكون برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وده مهم جدا أن في جهة تتولى هذا الموضوع، لأن المرور مش محمل يعني ما ينفعش مسؤولية داخلية تتصدى ليه منفرد، لأنه مجموعة أنا عايز أقول لحضرتك 13 وزارة ويمكن 62 جهة مسؤولين عن المرور. 62 جهة مسؤولين عن المرور في مصر. 62 جهة رسمية مسؤولة عن المرور كلها بتأثر وتتأثر بالمرور، فكان لازم هذه الجهات يبقى لها شراكة حقيقية. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة بس وأطمن إخواتنا مستخدمي الطرق واللي بيتعاملوا في المرور، الدولة ألزمت نفسها بكثير من الالتزامات في هذا القانون، وده بيوضح الإرادة الكبيرة جدا عند الدولة أنها تتعامل تعامل حقيقي مع جذور المشكلة، وليس إطلاقا أنها تحمل المواطن ولا تتحمل، لا الدولة هتلتزم وهتتصدى لمشكلة المرور من خلال الالتزام بكثير من المعايير. يعني لو اتكلمنا عن الطرق، مفيش طرق هتنشأ أو تصان أو تصلح
إلا وفقا للكود المصري للطرق بمواصفات قياسية يراعي الأمان اللازم. عندنا كان عندنا شبكة طرق 46 ألف كيلو للأسف كانت بتفتقد لكثير من اشتراطات الأمان. القانون المرور بيلزم دلوقتي الطرق تبقى مجهزة بمعاملات الأمان وفقا للكود المصري اللي هو بيتوافق مع الكود العالمي. المركبات للأسف ما كانش عندنا مواصفات قياسية ملزمة للسيارات لدخول السيارات أو تصنيعها أو استيرادها. وفقا لهذا القانون وزارة الصناعة والهيئة العامة للمواصفات والجودة تنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة وضع مواصفات قياسية خاصة بمعاملات الأمان، معايير الأمان. حضرتك يمكن تسمع أي واحد كان ينتج سيارة في أي دولة ممكن تخش مصر، لا مع القانون الجديد لا بقى هيبقى فيه معايير وفيه اختصاصات وفيه التزامات ومسؤوليات على جهات كثيرة جدا لإنتاج مواصفات قياسية لمعاملات أمان السيارات. أعتقد ده حاجة مهمة وكان مطلب مهم جدا. التعامل الإلكتروني مع الورقيات، المواطن لما بيروح يرخص عربيته بيبقى يوم صعب عليه ما بين إجراءات وورقيات وشهادات من هنا وشهادات من هنا تروح تدفع الضريبة والخزنة بتقفل الساعة 12 وكل إفراج الجمرك يجي من الجمارك وياخد وقت على ما يوصل للوحدة والإدارة العامة للمرور، إشكالية كبيرة. عشان تجيب شهادة محو الأمية عشان واحد عايز يطلع رخصة القيادة يجيبها ويتم الاستعلام عنها، كل دي ورقيات وإهدار كبير جدا للوقت. هذا القانون ألزم كل الجهات اللي بتتعامل مع طالب التراخيص انها تربط الكترونيا مع قاعدة بيانات المرور. يعني حضرتك انت متتقدم للمرور كل بياناتك، عايزين شهادة محو الأمية لا انت مثبت عندنا ان انت حاصل على مؤهل او مش حاصل على مؤهل. العربية الافراج الجمركي بتاعها لحظة ما تم الافراج عنها وصلت عندنا وهي بتنتج في المصنع على خط الانتاج، تم اختار المرور ان السيارة دي تم انتاجها وتم بيعها لفلان الفلاني، ربط مع الشهر العقاري، ربط مع جميع مؤسسة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة التأمينات الاجتماعية، كل هذه هتبقى منظومة إلكترونية. أعتقد ده حاجة مهمة جدا. قبل ما حضرتك تكمل يا فندم، القانون ده مثلا يطلع بعد شهرين مثلا أو ثلاث شهور صح؟ يعني هو حاليا احنا الحمد لله تم الانتهاء منه يعني شهرين ثلاثة يعني أربعة إن شاء الله. انتوا في اربع شهور هتكونوا عملتوا المنظومه الالكترونيه دي كلها؟ اولا هي المنظومه الالكترونيه احنا مش لسه هنعملها، لا ده احنا قطعنا خطوات لا يعني اقصد جداً. ما هو اول ما القانون ده يخلص لازم كل المقومات اللي حضرتك شرحتها في الاول ديت لازم تبقى جاهزه ومن ضمن يعني اللائحه التنفيذيه بتاعت القانون كمان. جميل جميل. بعد اربع خمس شهور ست شهور يعني ايا كان الوقت، انا مش هلزم حضرتك بوقت لانه انا عارف في حاجات مش في ايدكم، يعني لما يخش مجلس الدوله شويه يقعد في مجلس النواب شويه ده مساله مش في ايدك، انت راجل هتنفذ القانون في النهايه يعني مش انت اللي بتصدره. السؤال المهم، انتوا بالاشياء العظيمه اللي حضرتك بتقول لي عليها ديت وان الافراج الجمركي يجي وان شهاده محو الأمية تبقى موجوده وانه الشهر العقاري نبقى شايفين اذا كان العربيه دي باعها حد اللي قبل كده ولا ما باعهاش وعليها كم توكيل والتوكيلات الاثنين ولا الثلاثه، كل التراث المصري الجميل اللي حضرتك عارفه ده هيكون جاهز؟ هو القانون مش هينفذ فور صدوره، القانون هينفذ فور انتهاء البنيه الاساسيه الالكترونيه الكامله فيه، فاحنا مش يعني مش هنقدر نتصدى ليه غير لما البنيه تمشي. بس انا عايز اطمن حضرتك لا يعني القانون هيتنفذ بعد صدوره بقد ايه؟ بعد انتهاء البنيه التحتيه الاساسيه دي. يعني القانون يصدر، القانون هيصدر وهيعتمد لكن لن يتم تنفيذه، يتم العمل بيه فور انتهاء البنيه التحتيه، ودي نقطه مهمه جدا. بس انا عايز اوضح لحضرتك حاجه في النقطه دي. السيد رئيس الحكومه اثناء عرض مشروع القانون يعني التوجيه كان واضح، توجيه القياس الاساسي قال لاهميه هذا القانون لابد من اسراع الجهات المختصه كلها للانتهاء من البنيه التحتيه. احنا كوزاره الداخليه عندنا جزء كبير من البنيه طبعا. التحتيه دي، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان جزء كبير كفايه الرقم القومي، الرقم القومي بقى عليه حاجات كتير لا واحنا عندنا كمان البنيه التحتيه بتاعتنا بقت موجوده، يعني حضرتك كل بيانات السيارات في مصر بقت موجوده عندنا في قاعده البيانات، كل بيانات رخص القياده بقت موجوده عندنا في قاعده البيانات، بل ان التعامل الالكتروني مع التراخيص في السحب بقى من خلال اجهزه موجوده بالفعل مع الضباط، يعني عندنا اداره نظم معلومات اجهزه المرور قطعت جزء كبير جدا من هذا، وتنسيقا بقى مع الجهات المختصه بدانا نربط، يعني احنا دلوقتي على وشك نربط مع الهيئه العامه للتنميه الصناعيه عشان الانتاج المحلي، تم الربط في كثير من المحافظات مع النيابه العامه علشان نيابه المرور عشان المخالفات، في طريقنا للربط مع بوليس التأمين وشركات التأمين مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فأعتقد أن المنظومة احنا شغالين فيها بشكل خلينا نكمل
العقوبات اللي في القانون ده عامله ازاي؟ يعني يعني ايه هي الاليه في القانون؟ قايم على ايه؟ احنا فهمنا موضوع النقط، ممكن تشرح لنا فيه شويه عشان الناس برضو اللي ما تعرفش القانون تفهم ايه اللي هيحصل. طيب طبعا احنا عشان نحط هذا القانون اطلعنا على العديد من الدول. انا بشكر كل الجهات اللي تعاونت معانا سواء داخل الوزاره الاجهزه الامنيه او خارج الوزاره عشان نحصل او نحصل على قوانين المرور المقارنه في دول كثيره، وشفنا وقعدنا وعكفنا عليها من خلال لجان مختصه يعني على مدار فترات. لقينا ان اجدى انواع العقوبات اللي موجوده في العالم كله هو نظام اسمه نظام النقاط. نظام النقاط ده له اكثر من شكل، ملخصه اللي تم الوصول اليه ان رخصه القياده هتبقى رخصه الكترونيه وهتحمل بعدد من النقاط في السنه الترخيصيه، تحمل بحد اقصى 50 نقطه. هذا التحميل للنقاط هي نقاط صلاحيه موجوده في النقطه. لما بيتم ارتكاب مخالفه او جريمه مروريه بيتم خصم عدد من النقاط بتتوافق مع الجريمه المروريه من 50 نقطه. بتبدأ من نقطة لغاية 5 نقاط اللي هي الجرائم الأشد. طيب إزاي بيتم يعني إزاي بيتم تقسيم؟ طيب ممكن أدي للناس مثل بسيط عشان يفهموا. طبعاً. مثلا اللي هو يتخصم منك نقطة واحدة لو عملت إيه؟ ندي مثال. عدم اتباع قواعد وأداب المرور الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية منها، عدم الالتزام بمسافات الأمان، التقابل، التخطي، التقاطعات، أولويات المرور للمركبات والمشاة، عدم حمل رخصة القيادة أو التسيير أثناء القيادة. يعني لو جه وقفك وقال لك معاك رخصة قيادة أو رخصة مش موجود بتخصم منك نقطة. التوقف في الممنوع يتخصم منك نقطة، نقطة واحدة. عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات يتخصم منك نقطة واحدة من 50. طبعا ممكن أنت تاني يوم تقف وبرضو يبقى عندك جريمة من دول فيتخصم منك نقطة تانية اللي هي نقطة واحدة. لا، في حالة العود لنفس الجريمة المرورية خلال السنة الترخيصية بتضاعف العقوبة. طيب كويس. يعني لو ارتكبت وقوف الممنوع النهاردة وخلال السنة الترخيصية ارتكبت فبتبقى ضعف نقطتين. عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الحريق المقررة وعدم صلاحياتها أو وجودها في غير متناول قائد المركبة والركاب. التدخين داخل مركبات النقل الجماعي. ده هتشيل نقط بقى من السواق بتاع الباص او الميكروباص. فتح الباب الايسر لمركبات نقل الركاب بالاجل تحميل او انزال الركاب بالطريق. ده مثلا يعني. انه ده اللي هيعمل الحاجه دي يتخصم منه نقطه، وفي يتخصم منه نقطتين، وفي يتخصم منه 3، وفي يتخصم منه 4، واسواهم لا 4 هي من يعني من اعنف الحاجات، و5 هي الأسوأ. بالفعل. انه الرابعه يرتكب المخالفه المرية اللي هي الاتيه، يعني يتم خصم 4 نقاط مع تعليق رخصه القياده لحين اتمام دوره في التوعيه المروريه، وياخذ باحد مراكز تعليم القياده المعتمده لمده 5 ايام بمعدل 5 ساعات يوميا مع التحفظ على المركبه لمده 7 ايام. يعني في المره معلش اسمح لي. لا هي دي طبعا لا ده مش مظبوط طبعا. ده الشريحه الرابعه. لا الرابعه ولا الخامسه ما فيهمش حجز، ما فيش اي شريحه منهم فيها حجز فيها خلاص شلته ده. ولا فيها يعني مركز تعليم قياده شلته دي برضو طبعا. طب كويس. احنا كل يوم بننقح في القانون عشان نقدر للحاله فيبقى بس خصم النقط. خصم النقط لا مش خصم النقاط بس، خصم النقاط ده اجراء او تدبير موجود في صلاحيه رخصه القياده. لكن بالاضافه ده في عقوبه بقى، العقوبه اللي بتقرها النيابه المختصه. كل مخالفه من دولت الشريحه الاولى عليها غرامه ماليه من 100 ل 200 جنيه. الشريحه الثانيه عليها غرامه من 200 ل 400 جنيه. الشريحه الثالثه من 500. يعني هيتخصم منه نقط وهيدفع فلوس. بالفعل. لا بس في نقطه معلش يا فندم انا اسف عشان الناس برضو تفهم. في الشريحة في الجرائم بتاعت الشريحة الخامسة اول واحدة فيهم ودي الكارثة دي انا بعتبرها جريمة قتل، السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق. ده هنشيل منه، انت قررت تشيل منه 5 نقط. وايه كمان؟ وغرامة من 4000 ل 8000 جنيه. من 4000 ل 8000 جنيه فقط. كان الاول كان فيها حبس دي. طيب خلينا نقول هل الحبس مناسب للجريمة المرورية؟ وده يرد على تساؤل هذا التعديل. ده كان في تعديل في سنة 2014 لم يطبق.
لان مش من المنطقي ان في جريمه مروريه زي دي قد يكون في نقص في العلامات الارشاديه، قد يكون ما يعرفش، قد ويتحبس القائد. فاعتقد القاضي فعشان طيب كده ما تنفذتش، لان تغليظ العقوبه اكتر. بس انتوا حاطينها في الشريعه الخامسه اعلى حاجه اللي هو هيتخصم منه خمس نقاط، وهي يعني سحب خمس نقاط من رصيد الصلاحيه بتاعه، ده حاجه كبيره جدا بالاضافه للعقوبه الماليه والحبس او احد هاتين العقوبتين فيها حبس. فيبقى فلسفه القانون انه متقسم لخمس شرايح، كل شريحه جواها مجموعه من الجرائم، كل مجموعة من الجرائم بيتم خصم نقاط بسببها، نقاط وغرامة مالية. الأهم من ده بقى تحقيق الردع. إزاي الردع يتحقق؟ بالإخطار الفوري. حضرتك ارتكبت مخالفة لازم أخطرك دلوقتي، مش استنى لما السنة الترخيصية تخلص أو السنتين أو الثلاثة وتيجي تجدد الرخصة تلاقي عليك مخالفات قديمة جدا. أنا كده افتقد جزء كبير من مقصد القانون وهو تحقيق الردع. ما حسيتش أنت بالظبط عشان كده كان لازم أخطرك. طب هخطرك إزاي؟ بأي وسيلة حضرتك تختارها، وحضرتك بترخص بتمضي على نموذج كده وبتكتب بيه أنا عايز الإخطار يتم بالشكل على الإيميل على التليفون. بأي إحنا مستعدين نوفر أي وسائل إخطار حضرتك زي ما كنا في دبي، بيجي لك مسج كده إن أنت عملت وده كلام يعني سهل. قاعدة البيانات في ثانية، ساعة ما الضابط يثبتها على قاعدة البيانات على رسالة مباشرة. لازم أخطرك مباشرة وتروح تدفع، ولازم أدي لك مهلة تروح للمرور او تروح للنيابه عشان تعمل تصالح او تدفع العقوبه بتاعتها خلال فتره محدده. يبقى انا كده حققت الردع السريع جدا. يعني في القانون ده عشان برضو نشرح للناس، المواطن لن ينتظر حتى تجديد عشان يدفع المخالفات، سيتم دفع المخالفات فوريا. طبعا ما انا اقول لحضرتك الفوريه دي عشان تحقق الردع. لا انا مش معترض فانت، انا بحاول بس الناس تفهم ايه الحكايه. اللي كان قبل كده كنا بنروح اخر السنه بنخش بتاع اخر الثلاث سنين ونخش نعيط لوكيل النيابه فيقول لك طب هننزل لك فيها شويه او ما ننزلش ونشوف. انما دلوقتي حضرتك بتقول لي انه في ظرف اسبوع او 10 ايام لازم تروح تدفع العقوبه زي لازم تحس بالعقوبه بتاعت الجريمه اللي حضرتك عملتها فما تعملهاش تاني. يعني ده ونظام النقاط في حد ذاته ده من افضل انظمه العقوبات التدريبيه اللي بتتخذ في العالم، بيسموها النقطه الطريده. الواحد بيبقى حريص على النقاط بتاعته، وده مستقبلا هيرتبط بحاجة تانية مهمة جدا يمكن للسادة المستمعين، ده ستيب 2 يعني، ان نربطه مع التأمين. بقى حضرتك بتروح تدفع التأمين كلنا زي بعض، رغم ان كلنا مش نفس الخطورة على الطريق. حضرتك بترتكب مخالفات كتير بتمثل خطورة عليك وعلى الاخرين على الطريق، فانت تأمينك لازم اعلى بالظبط، وده موجود في العالم كله. بترتكب مخالفات او بترتكب حوادث، بتتسبب في حوادث، يبقى انا لازم ارفع الشريحه التامينيه بتاعتك، واللي ملتزم لازم اخفضها تماما عشان احس الفرق. مش كلنا زي بعض على الطريق، لازم يبقى فيه هذا الاتجاه. ممكن اشرح للناس الشريحه الخامسه دي اللي هي اسوأ حاجه اللي هي جرائم فيها التفاصيل بتاعتها. انا عايز ابقى اقول حاجه بس قبل ما حضرتك تعرض للشريحه الخامسه. احنا كان عندنا جرائم كده في القانون برضو مزعجه جدا. يعني مثلا السرعة، تلاقي حضرتك سرحت على الطريق تجاوزت السرعة بعشرة كيلو فوق السرعة القانونية، تلاقي عقوبتها نفس عقوبة واحد تجاوز بسرعة 100 كيلو فوق السرعة القانونية. نفس العقوبة. لا هو بيقولك اتعديت 120 وخلاص تدفع 150 جنيه. فعشان كده دي كانت بتجرئ الناس على انه خلاص طالما متجاوز انا مستعجل يعني هتجاوز بشكل كبير جدا. لا احنا قسمناها على شرايح، لغاية 10 كيلو فوق السرعة القصوى، لغاية 30، لغاية 50، فوق ال 50 ده، فوق ال 50 ده بقى يخش في الشريحة الخامسة. السرعة ده ياخد خمس نقط، خمس نقاط يخش في ده. 50 كيلو فوق السرعة القصوى طيب ده خطورة كبيرة. يعني في الشريعة الخامسة دي فيها السير عكس الاتجاه، وانا شايف ان ده جريمة. يعني قيادة مركبة غير مرخصة او بدون لوحات معدنية او اخفاء او تغيير بعض كل بياناتها او المواصفات الفنية او تمصها، ودي مصيبة برضو لان دي بتستخدم في الارهاب وفي كل حاجة. سائق المركبات تحت تأثير مخدرات أثناء القيادة، دي كارثة برضو. ده كل ده فعلا لازم كان يبقى في الخمسة فعلا. ارتكاب قائد المركبة فعل مخالف للأداب العامة أو السماح بارتكابه في المركبة، استعمال أجهزة لكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة، ده بتوع الرادار أو الملصق الإلكتروني أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور، عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا به ونشأ عنه إصابات أو وفيات، أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث ناتج عن إصابات أو وفيات، التسابق على الطريق، دي النقطة مهمة وما كانش واضحة، يعني تسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة، قيام السائق بالاعتداء على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
او الهروب او محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف، يعني اللي هيعتدي على ضابط هتشيل منه 5 نقط بس؟ بالاضافة للغرامة المالية اللي هي من 4000 ل 8000. التزوير او التلاعب في الاجزاء الجوهرية للمركبة مثل لوحات معدنية او تغيير شكل السيارة. بس حضرتك هو في الاعتداء دي بما لا يخل بالقانون، لا في قانون طبعا ما صح طبعا الاعتداء على ده تبقى جريمة اخرى بقى طبعا. ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرور يترتب عليه وفاة او اصابة، دي الحاجات اللي طب انا عايز اسأل سؤال، في الحالات دي كلها مش هيبقى في حد يسحب رخصتك ابدا؟ سحب الرخص انتهى متاخر في القانون ده. يعني ما حدش يقف يقول لك هات رخصك خلاص. سحب الرخصه ده عمليه مش يعني مش مظبوطه. ليه؟ طبعا الرخص بتتاخر وبتروح وبتيجي، فالمرتكب المخالفه بيتعرض لعقوبه اضافيه لما ينص عليها القانون. يعني انت خلاص انت اديت دفعت الغرامه لكن الرخصه ما وصلتش. طب الفتره دي فبيخلي الناس بيلجأوا لطرق غير مشروعه بالاضافه لعقوبه لما ينص عليها القانون. الحاجه الثانيه ان انا يهمني ان الرخصه الثانيه مع المواطن عشان لو ارتكب مخالفه ثانيه ثاني يوم اقدر اشوفها اقدر احملها. فسحب الرخص ده احنا طبعا ما كانش فيه انظمه الكترونيه زمان، فما كانش كانت الرخصه الورقيه، لكن مع وجود الرخصه الالكترونيه خلاص هي الرخصه هتبقى معاك تشحن وتتجدد وتسحب منها نقاط وتضيف لها نقاط وتعمل كل الاجراءات. انما اول ما تخلص السنه يجي لك 50 نقطه جديده ولا السنه اللي وراها بيحصل فيها ايه؟ هذه ال 50 نقطه مع السنه الترخيصيه مع انتهائهم بتيجي 50 نقطه جديده يعني. فيقدر ان هو يبتدي من اول وجديد تاني. اللي انا عايز لا يعني عشان بس نشرح الناس، انتهى عهد سحب الرخص وانتهى عهد المخالفات على الماديه على الطريق، اللي هو مثلا لو سرعه كنا بندفع فلوس لو ده خلاص مش هيحصل تاني. تقصد حضرتك التصالح الفوري في الطريق؟ لا خلاص هذا العصر اعتقد انه مش مظبوط، وحكايه التصالح في الطريق دي عمليه مش مظبوطه يعني. فالتصالح بقى فيه تصالح، ولكن التصالح في الجهات، بتتصالح في المرور، بتتصالح في النيابه، بتتصالح بشيك بريدي، لان جات لك رساله انت المفروض تدفع قد ايه وخلال قد ايه. ممكن تدفع بالكارت الفيزا وتدفع على طول انتهت المخالفه من غير ما تروح اي جهه. هل في اي الشرائح دول او في قانون مرور دول ليه اي علاقه بالتكاتك او الموتوسيكلات، ولا هي تبقى مركبه وخلاص؟ ال 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 التوك توك والدراجه، التوك توك بيقع تحت تصنيف الدراجه الاليه، الدراجه الاليه هي مركبه. لكن عشان احنا عندنا اشكاليه في مركبات التوك توك في الدراجات الاليه افرضنا لها بعض المواد الاخرى، يعني منها ان ما فيش توك توك او دراجه اليه يتباع ويتسلم للمالك غير مرخص. احنا عندنا 2.5 مليون فتبادل كده هتوقفوا بقى حكايه ان احنا نبيع ونشتري غير لو احنا برخصين. لازم يتم ترخيصه، واحنا عملنا اليه وضعنا اليه بالتنسيق مع وزاره الصناعه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه عشان التوك توك يطلع مرخص باسم المالك مباشره، بيروح يعمل اجراءات والتوك توك يتفحص في المكان من خط الانتاج، والمواطن اللي بيشتري الفاتوره والفحص الفني، ويتوجه للمرور يحصل على الرخصه ويرجع يسلمها في مكان البيع او في الوكاله بتاعت البيع. والقديم يا فندم، القديم ما يقدرش يبيعه بقى غير اما يرخصه، ولا هيعمل ايه؟ لا القديم بقى حطينا اليه تانية، اي توك توك او دراجه اليه يتم ضبطها لما تنضبط ما تطلعش بقى تتسلم للملك تاني غير مرخصه، بقى لازم يرخص برضه، يبقى نفس الاجراء هيتم عليها عشان نعمل تآكل بقى خلاص وكله يبقى على السيستم موجود. خلاص بقى هو دخل عندنا مره مش هيطلع غير مرخص بقى. العصر بتاع التوك توك يجي ويدفع المخالفه ويطلع تاني ويرتكب نفس الجريمه، لا هو يخش مره واحده ينضبط لازم يرخص بقى، والا مش هيتم استلامه. لازم مركبه بتمشي على طريق لازم تكون مرخصه. طب سيادة عميد خلينا نطلع فاصل اعلان ونرجع تاني ونكمل مع حضرتك ونسمع كل استفسارات برضو الناس، ومعانا تليفونات كتير عايزه تسال في قانون مرور جديد واضح ان انتوا تعبتوا فيه، واضح انه محطوط لمصلحه الدوله ومصلحه المواطن للاثنين، يعني ان يبقى في عداله في الاثنين. في اشياء كثيره كانت بتحصل قبل كده، سحب الرخص، الدفع لا بقى المساله افضل كتير. ونقول لحضرتك برضو الانتقادات اللي موجهه للقانون ونقدر نرد عليها، لان في عدد كبير من هذه يعني الانتقادات، وسمعنا يمكن في التقرير في الاول تشوف هتتغلبوا على هذه الامور ازاي. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. هنا قانون جديد للمرور للي ما يعرفش، هناك قانون جديد للمرور في 4-5 شهور هيكون موجود ومتاح وبيطبق علينا، وهيكون مهم جدا ان احنا نعرف كل حاجة عنه. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معنا.
السيارة تسير بانسيابية على الطريق، فجأة يتكدس الطريق، ترتفع الكثافة المرورية، يكتشف أن هناك حادث، يتوقف قائد السيارة للمشاهدة أو لالتقاط الصور للحادث حتى لو كان على الجانب الآخر، أو ربما يكون سبب التكدس توقف خاطئ على جانب الطريق، أو موقف عشوائي، أو مطب اصطناعي، دقائق، ربما ساعات، ترتفع الكثافات، يهدر الوقت، ويدار الاقتصاد. لقد أصبحت مشكلة المرور بأبعادها المختلفة إحدى الأزمات التي يعاني منها المجتمع، كنتاج طبيعي لعقود غابت فيها الرؤية للحل والتخطيط الواعي للتعامل مع منظومة المرور، فأصبحت المشكلة تتفاقم، والنتاج بيئة تتلوث، أموال تهدر، أرواح تزهق، اقتصاد يعاني نتيجة لقضاء العمال والموظفين لأوقات طويلة للوصول إلى أشغالهم. فوفقا لأحدث الإحصائيات، يمثل الهادر الاقتصادي نتيجة لأزمة تكدسات المرور 3% من الدخل القومي للبلاد. 7% من مساحة مصر يعيش عليها السكان، فكان تكدس حول النهر وفي المدن الرئيسية، فبرزت الكثافات العالية، فغاب التزام المواطن بقواعد المرور، فكانت العشوائية. يرجع الخبراء سبب الأزمة المرورية أيضا إلى غياب التخطيط عند إنشاء المراكز التجارية التي تشهد زحاما، وتركز معظم المصالح الحكومية في مناطق محددة بخاصة في القاهرة، ما يمثل عبئا مروريا. وبرغم أن مصر تمتلك أقدم خطوط للسكك الحديدية في العالم ووسائل النقل النهري، إضافة إلى التوسع في مترو الأنفاق وكافة وسائل النقل الجماعي الأخرى، لأن ذلك لم يسهم في القضاء على التكدسات المرورية نتيجة لعدم كفايتها وتكاملها لاستيعاب الطلب على النقل، وبخاصة في أوقات الذروة وهي الذهاب أو العودة من العمل. لذلك ليس من المستغرب أن يقضي المواطن ساعات ليصل من مدينة نصر مثلا حتى كورنيش النيل، بالرغم من أن المسافة تحتاج لدقائق فقط. عشوائية وغياب الوعي لدى السائقين أحد أسباب أزمات المرور. قد ترى سائقا يسير عكس الاتجاه، وآخر يقود تحت تأثير المخدر، وثالث يتسابق على الطريق بسرعة جنونية، وسيارات نقل لا تلتزم بالحارات المخصصة لها، بل وتتسابق على الطريق معرضة حياة المواطنين للخطر، وسيارات متهالكة لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتوك توك يسير دون رادع بعشوائية تامة دون التزام. كل هذه الأمور تؤدي إلى حوادث وتودي بالأرواح، فيحتاج الأمر إلى تغليظ العقوبات. فليست الحملات المرورية فقط هي ما ستؤدي إلى الالتزام، يحتاج الأمر إلى توعية وتطبيق حاسم للقوانين، وهو ما يحتاج إلى استحداث أنواع من العقوبات ذات أثر رادع على الجميع، منها نظام النقاط المرورية المطبق في عدد من الدول ويسهم في ردع المخالف، بجانب تفعيل المشاركة المجتمعية بأن تقوم الشركات والمؤسسات المختلفة بتنمية الوعي المروري لدى العاملين لديها، فما يتم ضبطه من مخالفات لا يصل إلى 1/10 مما يرتكب من مخالفات مرورية. تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية قد يؤدي إلى حلول عملية للمشكلة، مع توافر الإرادة وزيادة الوعي المروري لدى الجميع وهو الأهم. وبرغم هذه المشكلات المرورية التي تؤرق المجتمع، فإن هناك تطوير مستمر من قبل إدارات المرور لمواجهة المشكلة، من إنشاء غرف متطورة لعمليات المرور مزودة بأحدث التقنيات وشاشات مرتبطة بكاميرات مراقبة وإشارات إلكترونية، وسيارات مستحدثة مزودة بكاميرات لالتقاط المخالفات المرورية والتعامل معها، ورادارات على الطرق لضبط مخالفات السرعات الزائدة، وكذلك استحداث وحدات للانضباط المروري للتعامل مع التكدسات المرورية على الفور. بالتوازي مع هذه التقنيات، يبذل رجال المرور جهودا مستمرة لضبط الحركة المرورية من حملات متنوعة تستهدف كافة الطرق وكافة المخالفات. وهناك تطبيقات مقترحة لحل مشكلة المرور وتطوير مستوى أداء وحدات المرور، منها مركبة الرصد الإلكتروني المتحركة ترصد المخالفات وتبين كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة دون استيقاف السيارات، وبالتالي
التخفيف من التكدسات التي قد تسببها الأكمنة. وهناك مشروع أنظمة النقل الذكية، ويحتوي على مجموعة من المعدات والبرمجيات المثبتة على الطرق، وترشد السائقين إلى اتجاهات معينة لضبط المخالفات إلكترونياً. مراكز تعليم القيادة المتطورة والتي تعلم فن القيادة السليمة والتدريب الصحيح، وتكون شرطاً لاستخراج تراخيص القيادة، أحد المقترحات الخاصة بالقضاء على مشكلات التكدس المروري، ومحطات الفحص الفني المتكامل للسيارات لمعرفة صلاحيتها وعوامل الأمان بها، كذلك إنشاء مراكز للوعي المروري للأطفال لغرس قواعد المرور فيهم منذ الصغر، فيشب الطفل ملتزماً بهذه القواعد، أحد المقترحات للقضاء على مشكلات المرور. ولكن يبقى في النهاية التأكيد على عدم التزام العنصر البشري بأبسط قواعد المرور هو ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتعرير حياة المواطنين للخطر. اللي شفناه ده لو تم تحقيق جزء كبير منه هتحصل طفرة في النظام المروري المصري، لان احنا طبعا في حالة يعني يرثى لها بصراحة، وحالة صعبة جدا، واحنا واصلين لمرحلة التوقف. يعني المرور في مصر وصل لمرحلة انه الدنيا متوقفة في اوقات كثيرة، خصوصا بقى لما الجامعة بتنزل والمدارس وبتاع، بتبقى ايام صعبة جدا. في شوارع وفي مناطق لا يمكن المرور منها من نقطة لنقطة غير في ساعات طويلة. يعني ناس كتير يا فندم بتسأل عن التكاتك والميكروباصات والتريلات، التلات حاجات دول هيتم التعامل معهم ازاي؟ خلينا حضرتك نبدأ بالنقل الجماعي الميكروباصات، لأن النقل الجماعي المنظم هو أحد الحلول السحرية لمشكلة المرور وأزمة المرور بشكل عام. يعني عندنا للأسف من 79 بدأت الميكروباصات تظهر وتنتشر في غايبة من التنظيم، فظهر عندنا أجيال من العشوائية، ميكروباصات عدد ضخم جدا، وللأسف هذه الميكروباصات الغير منظمة يعني بتنقل حوالي 80% من النظام الأساسي، هي 80% من حجم رحلات النقل الجماعي، غير منظمة غير مؤهلة، القائمين عليها السائقين عليها نسبة كبيرة جدا محتاجين إعادة تأهيل. عشان كده كان لازم نرجع للنقل الجماعي المنظم. النقل الجماعي المنظم هو اللي هيظبط لنا عشوائية الميكروباص، لما توجد البديل الجيد هيطرد البديل الآخر إن لم يتوافق، يعني لازم بتاع الميكروباص. فين النقل الجماعي المنظم يا فندم؟ في جهاز اسمه جهاز تنظيم النقل، تبع هي الاختصاص الأصيل هي وزارة النقل، في جهاز اسمه جهاز تنظيم النقل، وصدر ودلوقتي القانون بتاعه على وشك الظهور أو على وشك الإقرار، هو ده اللي مسؤول عن تنظيم النقل الجماعي، ويوجد البدائل ويوجد خطوط السير، ويفتحوا الباب لشركات مختصة انها تعمل نقل جماعي. ما هو لو ما فيش نقل جماعي منظم هتظل مشكلة المرور قائمة. القانون مش هيحل المشكلة، القانون هو الغطاء والأمبريلا منظم، لكن عشان نحققه لازم آليات كثيرة جدا، من ضمن آلياته هي النقل الجماعي المنظم. أعتقد وزارة النقل قطعت شوط كبير في جهاز تنظيم النقل، وأعتقد ده هو المخرج الحقيقي لمشكلة النقل الجماعي والميكروباص، يعيد الميكروباص للتنظيم. عندنا برضو النقل والتريلات. التريلات طبعا الحل الامثل لموضوع النقل، الثقيل، ان احنا نتحول لانواع اخرى من النقل، مش النقل البري نهري النقل وثيكك الحديد، لكن احنا عايزين نعيد تنظيم ايضا. انا عايز اقول لحضرتك ان اكتر من 40% من رحلات النقل النقل الثقيل هي رحلات سلبيه. يعني ايه رحلات سلبيه؟ يعني الحموله السياره تحمل من القاهره الى اسكندريه وتعود فارغه، هذه الرحله الفارغه ده بتزود الاكسبوجر فاكتور او معامل التعرض على الطرق، لانها موجوده معامل الحوادث، معدل استهلاك الوقود، بتستهلك الطريق نفسه. ده بشيء من التنظيم، واعتقد جهاز تنظيم النقل مسؤول عن كده، ان الشركات دي كل الشركات يبقى في قاعده بيانات لدى جهاز تنظيم النقل خلال شركات كيانات خاصه كلها مسجله، وحضرتك بتطلب هذه الشركه، الشركه دي بتقول لك ان اقرب عربيه بتفي بالاحتياجات بتاعتك زي الاوبر كده بالظبط، هتبدا تنظمها بحيث ان انا اقلل تماما
هذه الرحلات السلبية. فأعتقد ده إجراء تنظيمي مش محتاج عبقرية يعني، وفي جزء كبير اتخذ في هذا الإجراء، ده حل لابد أن يحدث، سهل جدا. السؤال برضو اللي جاي لنا، أحب يسأل، أنا خلصت 50 نقطة مثلا بعد 6 أشهر هنعمل إيه؟ السنة الترخيصية لحضرتك 50 نقطة استنفذتهم، استنفذتهم ده معناه أنك ارتكبت عدد كبير من الجرائم المرورية، لازم بقى يقع عليك، بتبقى دي اسمها السابقة الأولى. السابقة الأولى خلال العام الترخيصي الرخصة بتاعتك بتعلق، بقى بتعلق لحين لمدة شهر، بالإضافة لحصولك على دورة تدريبية في مركز معتمد للقيادة. يعني ما أقدرش أسوق لمدة شهر. بالإضافة لمركز تدريبي تاخد 5 حصص اسمها يعني 5 حصص في مركز تعليم قيادة. شوف المشكلة عندك إيه، أنت إيه المشكلة اللي بتعمل تآكل هذه الـ النقاط الصلاحية عندك. فأعتقد أنها مهمة جدا، وبيتم بعد لو واحد ضرب 50 لا المرة الثانية مش هتبقى 50 بقى، ده اللي هينظمه اللائحة التنفيذية. لكن المرة الثانية يعني أنت السابقة الأولى انحرمت شهر من القيادة ودخلت مركز تعليم قيادة لمدة 5 أيام، تم استعادة صلاحية الرخصة بنصف الحد السابق يعني ب 25 نقطة لمدة سنة ولا بقية السنة؟ لا لمدة لانتهاء السنة الترخيصية. يبقى بقينا 25 من النقطة من السنة. خلصتهم كمان؟ لا ده أنت لازم تزود العقوبة عليه بقى، وأحرمك 3 شهور من القيادة، من القيادة، ودخلك مركز تعليم قيادة لمدة 10 أيام. وده يستحق لانه ده ارتكب سابقه مروريه 50 نقطه ب 25 يعني 75 نقطه يعني. في قانون المرور الجديد عبي فيه ونش؟ طبعا رفع وايواء، بس ما فيش قيد معدني. خلاص ما فيش كلبش. الكلبش ده بقى، الكلبش ده هو الكلبش ده كان بيعطل الشارع. ما انت يعني كده بتوقف الشارع نفسه برضه يعني. عمل يعني هو عمل ردع في حته، لكن يعني مش من المنطقي، واحنا شفنا ما لقيناش موجود في دول كثيره واشكالياته بقت اكتر من. فاحنا البديل هو ان المحافظات توفر اوناش، بالاضافه للعقوبه بقى ان العربيه اللي واقفه في الممنوع هيتعمل لها مخالفه، وهيجي اختار فوري على الموبايل بتاع الراجل او باي وسيله تقول له حسمت لك نقطتين او خصمت لك نقطه وعربيتك علي. الوقوف الممنوع ده كام نقطه اصلا؟ ده نقطة واحدة. في الوقوف الممنوع وفي تعمد بقى بعد كده، وفي تعطيل حركة المرور، يعني هي على أكثر من شريحة برضه، يعني المخالفة موجودة في أكثر من شريحة. مين اللي هيحدد إن ده توقف في الممنوع ولا تعمد ولا الضابط؟ يعني ضابط موقوف واقف في مكان مش مصرح بيه بالوقوف ومش معطي حركة المرور، بس ده مكان ممنوع ده اسمه وقوف. لكن واحد واقف بعربيته في مطلع كوبري ده زي ما كل بصات يعني كلها يعني. فهي هي فيها يعني ضوابط محدده. وبعدين خد بال حضرتك، معظم المخالفات في القانون الجديد هتبقى موثقه يعني الضابط الجهاز اللي معاها هيصور المخالفه، الكاميرات اللي موجوده هتصور المخالفه. هنا النقطه بقى التوثيق. الناس بتقول لك احنا مش كل شوارع فيها كاميرات، هتوثقها ازاي؟ يعني انت مثلا جيت قلت لي والله، يعني انا مثلا لما كنت عايش في دبي انا بتجيلي صورتي وانا سايق بسرعه، يعني انا شفت نفسي في العربيه، بعتوا لي الصوره نفسها، قلت له ما حصلش، قال لي طب والصوره ايه؟ فده لانه عنده في دبي وابو ظبي ودوله الامارات كلها كاميرات في كل مكان، احنا ما عندناش الكاميرات دي، وعندنا شوارع كتير دهاليز جوه وبره وبتاع، واذا كانت موجوده في القاهره فمش موجوده في المنوفيه، مش موجوده في القليوبيه، مش موجوده في المحله. يعني هل ازاي هيتم تنفيذ القانون واحنا ما عندناش هذه المظله الالكترونيه؟ خليني أقول إن في إرادة حقيقية عند الدولة لحل المشكلة، وطالما في إرادة حقيقية هذه الإرادة مكلفة وهتكلف الخزينة فلوس، لكن أي تكلفة يعني هتتكلف البنية الأساسية المضبوطة لقانون المرور هتوفر كثير جدا في الإهدار والهادر الاقتصادي اللي بيتم. أنا عايز أقول لحضرتك إن في دراسة صادرة عن أكاديمية بحث علمي، الأزمة المرور بتكلف الدولة، بتكلف اقتصاد المصري 425 مليار جنيه سنويا، نص تريليون. رقم مرعب ما بين فقد مباشر وفقد غير مباشر وفرص ضائعة على الدولة. فاحنا يعني اعتقد ان اي والمخالفات وعقوباتها كلها بتروح للدولة طبعا، والصرف على هذه التكلفة الكلفة الكبيرة دي برضو من الدولة. فاحنا يهمنا نبقاش فيه يعني مخالفات او جرائم مروريه ترتكب اكثر كثيرا مما يهمنا ان يتم تحصيل مخالفه يعني. ودي اشكاليه مهمه قوي يعني. طب برضو بيتكلموا على العنصر البشري في الحكايه،
يعني قائمين على التنفيذ يعني؟ وانا ازاي جادل يعني، انا ازاي حق ان انا انقض يعني، مثلا انا شفت حاجة فبقول انه لا ده انا ما عملتش انا يعني، هل في آلية لمراجعة النقاط؟ انت جيت قلت لي انا حاسم منك نقطتين او بتاع، هل في طريقة ان انا اروح اقول لا ده حصل او ما حصلش؟ في طريقة لده؟ طبعا القانون حدد طريقة للتظلم من المخالفة، خصوصا ان الارتكاب المخالفة هيجي لك وقت ارتكاب المخالفة، فانت عندك لمدة 7 أيام بتتوجه للتظلم تقول لهم اثبتوا لي هذه المخالفة تمت ازاي او هذه الجريمة المرورية، ولك ان تستوثق. المواطن لازم ان يستوثق من العقوبة بتاعته. هل فعلا في القانون ده صاحب الرخصة لمدة عام من سائق الأجرة؟ يعني سائق أجرة لو عمل مشاكل بتسحب منه لمدة عام؟ لا الكلام ده طبعا مش مظبوط. لا انا قلت لحضرتك السابقه المروريه الاولى بتوقف بتعلق الرخصه لمده 30 يوم. السابقه المروريه الثانيه بتعلق لمده 3 شهور. السابقه المروريه الثالثه بتعلق لمده 180 يوم. عارف حضرتك السابقه المروريه الثالثه يعني ايه؟ يعني ارتكب كميه جرائم حصلت له، خلصت النقاط الصلاحيه المروريه مره واثنين وثلاثه خلال السنه الترخيصيه. طب المفروض بقى نعمل ايه يعني؟ طب يعني هل انتوا جاهزين بالتكنولوجيا دي مع العنصر البشري في الشارع؟ يعني لما القانون ده ينزل هل كل يعني مثلا في امريكا احنا بنشوف ايه؟ ان هو عنده قدره ان هو ياخد منك البتاع، يبص على الكمبيوتر، يعرف العربيه دي ايه، يعرف انت مشيت ازاي، كان عامل يعني عنده قدره، متركب جواه كاميرات. يعني هل احنا كافراد هيكون جاهزين للكلام ده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا كوزاره الداخليه وقطاع الشرطه المتخصص هو المسؤول عن هذا، اداره نظم معلومات اجهزه المرور، لا عندنا بنيه تحتيه الى حد كبير شبه جاهزه، يعني عندنا قاعده بيانات كامله. هو المهم يبقى عندنا قاعده بيانات، اجهزه مع الضباط في الشارع، عندنا 2140 ضابط في الشارع معاهم هذه الاجهزه شغالين بيها، اللي بياخدوا يعني حضراتكم اللي بيشوف اللي بياخد الوصل من الجهاز وكاشير برينتر كده، دي موجوده مع الضباط دلوقتي، موجوده مع الضباط بالفعل وشغاله. البرامج الجديدة ده مجرد تطبيق إلكتروني هيتم، والضابط مش هيعمل حاجة، مش محتاجة يعني التأهيل. طبعا احنا عندنا فرق تأهيلية على مدار اليوم شغالة، لكن مجرد ان الضابط يلتقط المخالفة ويسجلها ويسجل المخالفة، والرخصة بيتم طيب مشيها على الجهاز فقط. برضو الناس بتقول لك احنا في 4 قوانين مرور تم صياغتها من سنة 98 وفيها مواد رادعة كتير، او تعديلات يقصده يعني. هو حصل تعديلات اكثر من تعديل، ولكن التعديلات دي يعني خلت القانون متهرئ. ايوه بس بيقول لك ما كانش بيتم تطبيقه، اشمعنى القانون ده اللي هيتم تطبيقه يعني؟ في ارادة حقيقية عند الدولة للتطبيق. ثانيا هو ما كانش تطبيق لان انا قلت حضرتك مثل ونموذج واضح جدا، لما عقوبة السير عكس الاتجاه تبقى الحبس سنة ووجوبي، اعتقد ان دي لا يمكن تطبيقها. تطبق ازاي يعني؟ تبقى سابقه اولى في جريمه مروريه واحده. فالناس اللي متوقعين ان هذا القانون غلظ العقوبات، لا بقول لهم لا، القانون ما غلظش العقوبات، القانون عمل موائمه بين العقوبه وبين الجريمه. يعني في جرائم الحد الادنى والاقصى ليها نزلوا، وفي جرائم ارتفعوا، حصل توافق مع بين الجريمه وبين العقوبه بتاعتها. الناس بتقول برضو هم سامعين انه العقوبات او المخالفات الماليه عاليه جدا، يدفعوها ازاي؟ في يعني بتتكلم على الاف و2000 و3 و4000 و5000. القانون الحالي في كده، احنا ما يعني بالعكس، في حاجات زي ما قلت لحضرتك نزلنا في الحد الادنى والاقصى، وفي حاجات ارتفعنا. ورغم كده هذا مقترح لما يتوجه لمجلس النواب يقيسوا هذا وماذا. احنا الهدف هو الا ترتكب مخالفات، اذا كان ده هيحقق ده بالشكل ده اهلا وسهلا. شايفين ان يتم النزول بالحد الادنى والحد الاقصى، اهلا. المهم ان يبقى فيه، انا العقوبه لو بسيطه بس بتطبق وبتنفذ بيبقى ليها جدوى كبيره، غير ما تبقى مغلظه جدا وتغليظ العقوبه اكتر من اللازم. طب بيعطل اللي جاله جواب او جاله رساله ان انت عملت سرعه مثلا او عملت كذا وعليك 1000 جنيه 500 جنيه 300 ايا كان الرقم اللي هتتفقوا عليه وما راحش دفع، بيحصل ايه؟ قدامه شهر للسداد. لو ما تمش شهر السداد الرخصه بتعلق والسياره بيتم ضبطها بقى. انت بتعلق ازاي يعني؟ يعني تبقى غير ساريه. من ضمن العقوبات تعليق الرخصه. انتوا هتغيروا شكل الرخص؟ طبعا هتبقى رخص الكترونيه، الرخص بقى مش هتتسحب، فبالتالي كل التعامل معاها تعامل الكتروني، حضرتك مش هتوصل. لا يعني الرخص اللي في ايدينا دي هتدونا رخص جديد؟ رخص الكترونيه.
هيبقى حاجه تانية، تبقى زي كريدت كارد كده عليها كل البيانات الدنيا كلها ماشيه كده دلوقتي، وكل الناس معاها كريدت كارد ومعاها فيزا كارد، يعني الموضوع ومعاها شحن موبايل، كروت شحن موبايل موجوده في. طب في حد برضو بيتكلم على انه ما عندناش محاكم مرور زي بره، يعني بره في محاكم مرورية في اوروبا وكده، بيقدروا الناس تقف قدام القاضي وتقول ان هي او لا، ويحصل جدل، لان هم بيقولوا ان احنا محتاجين الكلام ده لان احنا ما عندناش نظام الكتروني كامل. كل جهات الدولة وكل وزارات الدولة اشتركت معنا في هذا القانون، او تم عرضه عليها وتم مناقشتها في جلسات مستفيضة، من ضمنهم طبعا قطاع التشريع في وزارة العدل، وهم أدرى بهذا وهم قادرين على هذا، يعني هم مشاركين معانا فهم عارفين الاختصاص، وده هيوفر عليهم إشكالية كبيرة جدا. لا مش في محاكم مرور يعني؟ لا طبعا في محاكم في حالة التظلم، في محاكم مرور طبعا، بس أعتقد التعامل الإلكتروني مع المخالفات والنقاط وكده هيقلل العبء على نيابات المرور، بالإضافة أن شهادة المخالفات اللي بتاخد جزء كبير جدا من الإيجاد، والناس بيصطفوا كثيرا عشان ياخدوا شهادة المخالفات، تبقى إلكتروني على طول رابطة معانا، مش محتاجة أن أنا أعمل أدوس زرار خلاص تطبعها الموضوع. طب في مواطن بعد برضو بيسأل بيقولك أنا ما عملتش ولا نقطة، أنا مواطن محترم وكويس أو اتخصم مني مثلا 3 نقط أو 4 نقط، بيطرح يعني إيه الثواب اللي أنا باخده أو إيه الإثابة اللي أنا باخدها، هل بيطرحها له معاه للسنة اللي وراه؟ أولا احنا بنشكره طبعا، هذا مواطن ملتزم لازم نشكره، لكن أنا قلت حضرتك في الخطوة الثانية طبعا مفيش نقاط لن تترحل، يعني النقاط بتخلص بسنة بتنفذ بمرور السنة بتستنفذ أو بتنتهي، يعني ما بترحلش، لكن في الخطوة الثانية إن شاء الله احنا بننسق دلوقتي مع شركات تأمين عشان المبلغ التأمين الفيز بتاع التأمين يتناسب مع النقاط المسحوبة، ما حسحتش نقاط يعني لو أنت ماشي بما يرضي الله تأمينك أقل، هنعكس معاك تماما في التأمين وهيبقى تأمين بحد أدنى، لكن بترتكب مخالفات وبتمثل خطورة على الطريق أنت لازم نرتفع بال بره يا فندم. التأمين له معنى، يعني مثلا بنشوف بره في أي اتنين اتخبطوا بيفضلوا واقفين لغاية ما يجي البوليس يثبت البتاع، واللي وقع عليه الضرر بياخد تأمين، احنا التأمين اللي هيدفعه ده ما بنستفيدش بيه بحاجة. هل هيكون في نظام تأميني جديد انه الناس فعلا اللي يخبط، لان احنا عندنا في مصر ايه اللي يخبط وقع يقول له معلش بقى خلاص عوضك على الله، يعني ما فيش اي حد بياخد من حد حاجة. هو ده كان واقف قدامه عائق، قانون المرور وقانون التأمين. احنا الحمد لله في قانون المرور عالجنا هذا الموضوع، لان كان يتم التعويض في الاصابات والوفيات دون المركبات، وهي اكبر اشكاليه في المركبات هي المتعدده هي الكثيره، يعني احنا شلنا البند ده من القانون، و يعني بيتم التنسيق مع شركات تامين علشان يعملوا تصور لتعديل تاميني شامل موجود في العالم كله. هو خلاص دام احنا الاثنين مأمنين ما حدش فينا بيزعل، خلاص يا عمي ده رقم التامين بتاعي وده رقم التامين بتاعي، انا عربيتي باظت التامين بيصلحها وبنمشي والعائلة تمشي، انما هنا هيقف يعيط وهيقف يتخانق ومين السبب وبتاع، طب نروح نعمل محضر في الاسم عشان نقول مين اللي خبطها من ورا، انت عارف التراث ده كله. ده حضرتك ليه انعكاس مروري بيعمل ازمه في نور حادثه، احتكاك بسيط السيارات بتقف دقائق وفتره طويله عشان تحل المشكله، ومحضر وبيشغل المحاضر وبيخشي الاقسام وبيشغل المحاكم. الحاجه الثانيه ليه انعكاس امني، احيانا الامور بتتطور وبيحصل فيه كل يوم عندنا بلدات شجار، فاصلاح التاميني في الحته دي هيحل المشكله، واحنا كقانون مرور تم تعديله في الحته دي وبقى يسمح بهذا. قانون التامين بقى اللي اعتقد انه في خلال الفتره الجايه محتاج يتم يعني التوافق مع هذا الاتجاه، وده اتجاه مهم جدا هيحل كبير قوي من اشكاليه عندنا. اسمح لنا نطلع فاصل اعلاني ونرجع ناخد اسئله الناس واستفساراتها عن قانون. الحمد لله انا حاسس انه كده يعني الناس فهمت بالظبط تقريبا القانون هيبقى شكله ايه، هيبقى عامل ايه، ومعانا تليفونات كثيره جدا ناخد اتصالات الناس، ونرجو ان حضراتكم اي حد عايز يستفسر في القانون احنا تحت امركم، وطبعا معانا الدكتور ايمن الضبع هو يعني فاهم القانون كويس ويقدر ان شاء الله يرد على كل اسئلتكم. ارجوكم ابقوا معنا. برضو بيجي لنا أسئلة كثيرة فندم. سؤال للسيادة العميد، ماذا عن رجال المرور والشرطة والنيابة الذين يخالفون القانون من سيارات زجاجة فمية ونمر غير واضحة؟ نفسي أشوف في بلدي القانون بيطبق على الجميع. بص حضرتك، أحد مقاصد القانون هو تطبيقه على الكافة، إن لم يتم التطبيق على الكافة فقد أهم مقاصده
وأصبح حرق القانون نوع من أنواع الواجهة الاجتماعية. وأعتقد أن ده محتاج إرادة الدولة، وأعتقد أنها متوفرة وبشدة. لابد أن يتم تطبيق القانون على الكافة حتى لا يصبح خرق القانون واجهة اجتماعية أو تحت أي مسمى. فالقانون الجديد قانون مرور الكتروني وهيتم الضبط. الشناوي بعت لي مسج بيسال برضو على حاجه عن فئه غلبانه في هذا القانون، بيتكلم على المشاه. يعني هل القانون ده واخبره؟ هو بيقول لك دلوقتي احنا المشاه العربيات راكنه على الرصيف، وتلاجات البيبسي والشيبسي هي اللي موجوده، والناس بقت ماشيه على الاسفلت. هل في اي حاجه تعمل للمشاه في هذا القانون الجديد؟ ده انا عايز اضيف لكده 65% من قتلى ومصابي حوادث الطرق من المشاه. المشاه اللي احنا كلنا مشاه ومستخدمي الطرق. القانون في اكتر من حته للمشاه وذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الاعاقه. طب ده شيء جميل. في كثير من الاماكن يعني حددنا والزمنا مع انشاء الطرق لابد انه يوجد اماكن للمشاه واماكن لعبور الطرق مجهزه ومؤمنه وكامل الصلاحيات للمشاه في استخدام الطرق بامان. الحاجة التانية ان افرض ايضا عقوبات على المشاه في حالة مخالفة ده، لانهم بيعرضوا نفسهم لخطورة. فلابد ان انا اوفر اماكن بديلة واوفر اماكن عبور امنة، نفس الوقت اللي بيخالف من المشاه او من قائد المركبات عقوبة على موضوع المشاه ده. طيب هو بيسأل، هي النقاط على قائد السيارة ولا السيارة؟ لا، على قائد السيارة. قائد السيارة هو المسؤول عن السيارة. قائد السيارة او مالكها. لا يعني انا مثلا عربيه بسوقها انا وابني، ابني ضيع نقط وانا ضيعت نقط، النقط بتبقى على مين؟ على العربيه؟ يعني العربيه اللي بتتسحب ولا انا اللي بتسحب ولا مفيش سحب خالص؟ هو على رخصه القياده. مين اللي بيتعاقب؟ رخصه القياده. القائد مالك المركبه بيخطر في اللحظه دي. يعني بتنزل على رخص القياده المالك لقائد المركبه في اللحظه دي بغض النظر عن المركبه. انما السيارة نفسها انا لو قطتها تاني يوم ومش انا اللي عم ما عنديش مشكلة. لا لا لا. طيب في برضو مواطن بيسأل على النقاط المضاعفة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي، يعني من 1 لـ2 ولا من 2 لـ4 ولا من 4 لـ8 بتبقى عاملة ازاي؟ يعني لو عملت 4 وبعدين جيت عملت نفس الحكاية تاني بيتم مضاعفتها مع ارتكاب نفس المخالفة في نفس السنة الترخيصية بتضاعف العقوبة. مضاعفة العقوبة سواء سحب النقاط أو العقوبة الجنائية أو المالية. ناس كتير بعتة أنتوا عايزين تلموا فلوس جباية يعني. أنتوا عاملين ده عايزين تلموا فلوس زيادة. احنا دائما بنتهم في ده، وأنا بس أنا عايز اسمح لي بقى أوضح دي كويس قوي. احنا السنة اللي فاتت المرور على مستوى الجمهورية عوان حوالي 15 مليون مخالفة. يعني 15 مليون مخالفة دول بيمثلوا 10% من المخالفات تقريبا اللي بترتكب. الحصيلة بتاعت المخالفات دي ايا كان قيمتها 500 مليون 600 ايا كان مليار لا يوازي 1/500 مما يهدر نتيجة أزمة المرور. لما نعرف ان عندنا أزمة المرور بتكلف خزينة الدولة 425 مليار جنيه في السنة، يبقى كل ما يتم تحصيله من مخالفات لا يوازي إطلاقا، لا يوازي إهدار الطرق نتيجة الحمولات الزايدة، لا يوازي أسرة المستشفيات. لا يعني القانون ده مش معمول علشان تزودوا الحصيلة بتاعتكم. أولا الداخلية والمرور وكل أجهزة الوزارة لا تتقاضى أي مليم من حصيلة المخالفات دي أول نقطة. الحاجة يعني المخالفات دي ما بتخشش خزينة الداخلية؟ خزينة الدولة. الدولة والداخلية لا تتقاضى عنها أي مليم، ده بينظموا القانون. ولا نسبة؟ ولا نسبة. يعني الضابط اللي بيعمل كتير دايما يقولوا لنا إيه؟ لا ما هو النهاردة عمل كتير بقى فعمل فلوس زيادة أو كده. لا ده قول مغلوط تماما. أنا بقى بقول لحضرتك اللي الناس بتقوله يعني. ما أنا عايز أوضحه كويس. لا وزارة الداخلية ما بتتقاضاش أي نسبة من المخالفات من العقوبة من حصيلة المخالفات المرورية أو الجرائم المرورية وعقوباتها. الحاجة التانية ان ده لا يعد مصدر دخل للدولة. الدولة كلها ده مش مصدر دخل، لان ما ينفق على مشكلة المرور اكتر كتير قوي من العقوبات. فاحنا بعدين احنا يهمنا في الاخر الانضباط المروري. كل هذه الاموال لا توازي قطر الدم واحدة على الاسفلت. احنا هدفنا ورسالتنا احنا لسه عندنا حادثة يعني من يومين اللي مات فيها 15 دي، يعني اللي هم وقعوا من على الكوبري دي اللي في اسيوط ميت 15. احنا موضوع الفلوس ده موضوع ان الدولة يبقى هدف تجمع فلوس عشان المخالفات المرورية، ده كلام مش مظبوط اطلاقا. انا هدفي ان انا اوقف هذا النزيف الدم، هدفي ان انا اسير حركة المرور، هدفي ان انا ابسط على المواطن.
ازاي يبقى هدفي ده وانا بخسر اكتر؟ ده بيزود استثماره وبيحسن سياحه واشياء كتير. خزينه الدوله هي المدخل والمخرج، بتخسر قد كده ولا يقارن ما تخسره مما يتم تحصيله. ده قصه تانية خالص، مش ممكن يتناسبوا مع بعض حتى. فبالتالي اطلاقا مش ده احنا هدفنا واضح. لكن هو المواطن لما بيتم تحصيل منه عقوبه ماليه لازم يبقى متضايق، وانا معايا لازم يبقى متضايق انت بتحصل منه عقوبه. بس انا بقول خلينا نبص، نرجع ستيب باك كده ونبص للموضوع بشكل، طب كيف احمي المواطن الملتزم من المواطن غير الملتزم؟ كيف احمي من المواطن الامن من المواطن غير اللي سؤاته خاطره على الطريق؟ ما هو لازم يبقى في عقوبه. يبقى انا هقف دايما، هقف مع منظور المواطن الملتزم اللي عايز يمشي هو واسرته بامان على الطرق، اللي عايز رحلته تبقى امان على الطرق. حكايه السباقات اللي الشباب بيعملوها دي بنشوف على الدائري وعلى المحور حاجه مسخره، لازم القانون يضبط هذه المساله طبعا كمان. واعتقد ان لما يعني لما نحب بقى ان نتكلم عن القانون نتكلم في من وجهه نظر الراجل الملتزم اللي عايز يمشي بامان على الطريق، هو ده اللي يهمنا اساسا. انما الراجل غير الملتزم لابد ان يقوم، واذا ما كانش التقويم سلوكي، لا التقويم هيبقى من خلال العقوبات، من خلال سحب النقاط، من خلال ايقاف صلاحيه رخصه القياده وتعليقها، وكلها اعتقد بتهدف لهدف واحد بس، ان كلنا نمشي ملتزمين. واحد بعت لك بيقول لك كلام جميل فعلا. السؤال هو ايه ضمانات ان القانون ده هيتنفذ؟ يعني مثلا في رادارات منتشره، هل هيبقى كل الطرق مرسوم مع فيها حرارات مروريه معموله بدهان عاكس، مش اللي بيروح بعد 3 ايام من دهانه عشان نلتزم بيه؟ لما يعني الدوله تلزم نفسها هي كده، اصل الموضوع بقى الزام على الدوله ان الطرق تبقى بمواصفات قياسيه. ما انت قررت تعمل القانون لازم تحط الياته. الدوله مجلس الوزراء اللي هو هيصدر عنه القانون وهيبعته للجهات المختصة ألزم نفسه بكثير من الالتزامات. طب لو هو ما فيش إرادة سياسية من رئيس الدولة ورأس الدولة ورئيس الوزراء وقيادات الدولة لهذا الاتجاه، طب يعني بيعملوا قانون ليه بقى؟ قانون بالتزاماته. يعني ما فيش مثلا في ضمن القانون ما فيش واحد يعمل مقب صناعي كده مش مطابق للمواصفات، خلاص دي مش موجود. مقب الصناعي أحد وسائل تهدئة السرعة، لازم تحط له لافتات ارشاديه وفي اماكن محدده ولازم يبقى مدهون. انما المطبات اللي بتؤدي لحوادث دي مطبات كارثيه، واللي هيعملها عليه عقوبه شديده جدا على فكره خارج نظام النقاط، عليه عقوبه. انا يعني دي من الحاجات اللي احنا خطيره جدا. لو الاهم يا فندم الناس اللي بتحط السلاسل بقى اللي بتقفل قطاع جزء من نهر الطريق وغلق الطريق وعمل حفر في الطريق، والناس اللي بيحفروا عشان يمدوا كابل كهرباء وما يعبدوهوش وما يرجعوهوش كل حاجه طبيعيه طبعا. لا بس اللي بيقفل الطريق المكان قدامه بسلاسل، بيحط طوب عشان ما هو الوحيد اللي يركن، عقوبه شديده جدا. عقوبه شديده طبعا. الطريق ملك للعامه لاستخدام العامه والكفه بدون تخصيص، من ياتي على حق على ده بياتي على حق كلنا. برضو اللي بيعملوا منشآت جاذبة للتردد بدون دراسة الأثر المروري، ما ينفعش أجي أعمل مول سينما مطعم بدون ما أخد الأثر، ما ينفعش أعمل محل كاوتش بدون على ناصية حارة، على ناصية طريق، ما ينفعش أعمل. برضو في حاجات بتقوم بيها الدولة كده أو بعض أجهزة الدولة مش واخدين بالهم منها، لا بقى في جهات هيتم محاسبتها على ده. يعني واحد بيعمل مثلا الجزيرة اللي بينه طريقين وفي تقاطع طرق، يقوم جاي رافع الجزيره وعامل اشجار، انت قفلت زاويه الرؤيه. يبقى لازم في وظيفه غائبه هيتم استحداثها وهي وظيفه مهندس المرور. انتوا عايزين مجهود جامد جدا يا فندم عشان لازم نبتدي، لازم وي هاف تو ستارت. الموضوع لا يمكن السكات عليه. ازمه المرور بتمسنا جميعا، بتهدد اقتصاد الدوله. ازمه المرور بقت اراده عند الدوله عشان تتخطاها وهتتخطاها. وانا بأؤكد هذا القانون بهذه الالتزامات على الدولة بيوضح إرادة حقيقية عند دولة أرادت أن تستفيق من هذه الإشكالية. طب خلينا ناخد شوية اتصالات هاتفية. أحمد من منصورة، اتفضل يا أستاذ أحمد. ألو، السلام عليكم أستاذ عمرو. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك وللدكتور أيمن. اتفضل. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. نقطتين صغيرين جدا على السريع. اتفضل. أول نقطة يا أستاذ عمرو، بالنسبة حضرتك بالنسبة للباركات، أنا من منصورة، عشان اجد مكان لاخو احط فيه عربيتي صعب جدا. يعني امشي الطريق كله رايح جاي عشان اقف اقضي مصلحه، مفيش مكان اقف فيه. مفهوم. النقطه الثانيه النقطه الثانيه بالنسبه لموضوع التكاتك والسرينات اللي هي اللي راكبه على كل العربيات، يعني مثل توك توك حاطط سرينه قطر، هل دي مثلا ما بحسش ان في حد مثلا من المرور ممكن بياخد اي موقف معاه؟ حاضر يا فندم، شكرا ليك.
ياسر من الجيزة، هناخد الأسئلة كلها ونجاوب عليها مرة واحدة. ألو مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء النور يا فندم، اتفضل. أهلا، مساء الخير يا فندم. سؤالي مكون من شقين بسرعة. الشق الأول بالنسبة لحضرتك أثرته يا أستاذ عمرو، اللي هو الكم الرهيب من الظاهرة للأسف اللي بتسيء لرجال الشرطة، اللي هي اللوحات المعدنية اللي مش موجودة واللي مطموسة. وعلى مرأة ومسمع من رجال الشرطة في الدوريات وفي اللجان المرورية. إيه القانون المرور ممكن يعمل إيه؟ الشق الثاني بسرعة، ايه هي الآلية اللي وضعتها إدارات المرور عند تطبيق القانون الجديد لمنع أو الحد من بعض ظواهر الفساد، سواء من بعض المواطنين أو من بعض رجال المرور؟ يعني مثلا ناس كتير راكبة عربيات تعدي 1,000,000 جنيه في الشوارع، المانع لما أعدي 50 نقطة أروح مطلع 1,000 جنيه لأمين الشرطة وأديها له عشان ما تاخدش مني 50 نقطة رشوة يعني. معايا حاجة 1,000 جنيه بقى رشوة، وده بيحصل ومش بعمم، بس ده في بعض الحالات. ايه القانون الجديد ممكن يحد؟ ايه منظومة الرقابة الداخلية اللي داخل ادارة المرور اللي ممكن تحد من الكلام ده؟ حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. تطبيق ونظام رقابة داخلية. شكرا يا فندم. مين؟ انور، تفضل يا استاذ انور. استاذ انور. ايوه سامعني حضرتك. سامعك يا فندم، اتفضل. انا شايف ان الشرطة ما عندهاش الكوادر اللي تقدر تطبق القانون ده دلوقتي. يعني احنا ما نقدرش كل شوية يطلعوا قوانين مرور وما بتطبقش، وكلنا عارفين ان ما بتطبقش. احنا عايزين البلد دي تبقى مظبوطة، لازم الحاجات تدرس، لازم يبقى عنده كوادر. يعني ما ينفعش هو يقول قدامك دلوقتي ان هو عنده كوادر من الضباط ومن الشرطة اللي يقدروا يطبقوا القانون ده. كل الناس في مصر عارفة ان مفيش كوادر تقدر تظبط القانون ده. شكرا لك يا فندم. مين معانا؟ صليب من البحر الاحمر. اهلا صليب، اتفضل. استاذ عمرو، ازي صحه حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. هو سؤال على السريع بس، هو الكلام ده كله لشياده الدكتور ايمن. الكلام على الورق جميل جدا 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 جدا. مش عايز اقول لك انا راجل سواق سياحه النهارده 27 سنه. ايوه يا فندم. ومعايا رخصه اولى 20 سنه. ايوه يا فندم. هو امني انا من نفسيه انسان نفسيته ضعيفه بايه؟ ايه الانسان اللي نفسيته ضعيفه ده؟ ما هو والله العظيم انا مره قابلني واحد قال لي شكلك مش عاجبني. تقصد انه ممكن يبقى في رجال شرطه متجاوزين؟ ما احنا بنقول يا فندم مش عايزين نتكلم على المتغطي، انا بقول لك 30 سنه على الطريق. لا مش متغطي، انا بكلمك بصراحه اهو. تقصد انه ممكن يبقى في رجل شرطه متجاوز يفتري عليك ياخد منك رشوة. هو امني انا بايه؟ امني انا بايه؟ ايه اللي بيأمنك؟ حاضر، ده سؤال مهم. طارق من القاهرة. السلام عليكم استاذ عمرو. اهلا وسهلا فندم. تحياتي لحضرتك وللدكتور ايمن. اتفضل يا فندم. هو بس في سؤال حضرتك متهيألي ما معرضش خالص في المكالمة، في الموضوع بتاع حضرتك، وهو انا كمواطن ازاي هيوصل لي القانون ده؟ يعني حضرتك انا بسوق دلوقتي بقالي 30 سنة واكتر، وحضرتك بتسوق زي حضرتك معاك قانون مرور القديم اللي موجود دلوقتي اللي شغال حاليا؟ لا. حد علمه لي؟ حد سلمه لي؟ حاولت احصل عليه ما اعرفش هو فين، عشان اعرف اذا كنت انا ماشي انا مخالف ولا انا صح. فدي نقطة مهمة جدا، ودي مش هتيجي عن طريق حد من يعني صعب انا ادور على النت اقراه، لازم يبقى وانا بطلع رخصة. حضرتك انا كان الحمد لله ربنا كرمني وقعدت في امريكا 5 سنين عشان اطلع رخصة هناك. دخلت مدرسة قعدت في امتحان شفوي لمدة 3 ساعات. سيادة الضابط عادي يقول لي يعني ايه تسوق في الشارع؟ يعني ايه الخطوط المتقطعة دي اسمها حارة؟ حضرتك تسوق بين الخطين يبقى انت كده بين الحارة، خط متصل ابيض يعني ما تعدهوش، لما تيجي ده طريق وان واي ما تدخلش، حاجات كتير جدا. 3 ساعات، وبعد ما خلصت 3 ساعات محاضرة راح مديني ورقة فيها 100 سؤال ام سي كيو، يعني اختيارات السؤال وثلاث اجابات تختار صح، لازم تجيب 90% في الامتحان ده. لو ما جبتش بيقول لي حضرتك سقطت، تجينا بعد 15 يوم تاني عشان تمتحن تاني. وبعد ما خلصت اداني قانون المرور بقى، لما تركن صف تاني مخالفتها بكام؟ لما تمشي مفيش حاجه اسمها عكس هناك، لما تركن حضرتك غلط في مكان لازم رصيف يتنظف تدفع كام، لما تركن عند حاضر يا فندم. هو طبعا يعني اداني القانون ده مطبوع، فانا ذاكرته وحفظته بقيت عارف وانا سايق في الشارع انا سايق صح ولا مخالف. استاذ طارق، هو لاول مره وزاره الداخليه النهارده بتطلع تتكلم على القانون ده، ودي فرصة ان الناس تعرف. بس حضرتك عندك حق، احنا محتاجين ناس يبقى معاها القانون تبقى عارفة القانون عامل ازاي. هنتكلم في الموضوع ده ايضا. اسماعيل من منوفية. انا اسماعيل، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. انا عايز اسأل الدكتور بس، انا كنت شغال في الطرق مهندس، وكنت اعرف ان الطريق الدولي اللي هو الطريق الزراعي ده طريق دولي وممنوع يتعمل اكمنة على الطريق بعد الساعة 5. دلوقتي باجي الساعة 11 12 بالليل بلاقي ضابط واقف ومعاه 2 أمناء شرطة بيعملوا كمين على الطريق، وبنبقى واقفين 2-3 كيلو قافلين الطريق.
طب ده يعني ما بيعطلني عن شغلي، انا بسافر كل يوم، ما ده بيعطلني برضو من المرور كل يوم. باجي على كوبري عرابي الاقي عربيات ميكروباص واقفه قافله الطريق، مش عارف اعدي، وبقف بالنص ساعه وبالساعه. ولما اجي على كمين على طريق سريع دولي قاف بالساعه على ما اعدي من الكمين، وانا ملتزم الحمد لله مروريا انا ملتزم. بس طيب هم يلتزموا كمان، هم المفروض عليهم الالتزام برضه لما يوقفوا طريق سريع دولي ساعه واثنين وثلاثه سواء في انا عربيتي مش مكيفه. مفهوم يا فندم، النقطه وصلت يا فندم. خلاص يحيى من اسكندريه وداخل تليفونه عشان نجاوب. اهلا يحيى، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، انا عندي بس سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني بالنسبه لموضوع اوبر وكريم، ايه وضعهم في قانون المرور الجديد؟ اذا كان غير قانوني فممكن يكون مغلقوهم مع تنظيم وزاره الاتصالات والبرنامج النهائي وحل هذه المشكله. السؤال الثاني بالنسبه لموضوع النقط والركن الممنوع والكلام زي كده، احنا سافرنا امريكا قبل كده وشفنا لو وقفنا في الممنوع بيحصل ناخد ادفع غرامه. بالنسبه لمصر النهارده لو تقضي مصلحه مفيش مكان اساسا تنتظر فيه، فيجب الاول توفير اماكن وبعدين خد العقوبه اللي انت عايزها مني لو انا ما التزمتش بالاماكن اللي حضرتك مقررها. والف شكر جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. نبتدي من الاخر. هو بيقول لك انت دلوقتي بتعمل لي عقوبه انتظار في الممنوع وانا مش لاقي مكان اركن، ازاي بقى هتحاسبني يعني؟ طبعا عنده حق تماما، يعني لازم اوفر البدائل. البدائل دي تشمل حاجتين اتنين، تشمل ان انا عندي يبقى مكان، عندي مكان انتظار ومكان وقوف، او يكون عندي حاجه تانية اللي هي النقل الجماعي، ان انا هروح مكان ما فيهوش اماكن انتظار يبقى عندي وسيله نقل جماعي. اللي هو مش هاخد عربيتي. مش هاخد عربيتي. احنا عملنا يعني في القانون حطينا عقوبه شديده جدا على استخدام الاماكن اللي هي المفروض جراجات او باركات في محلات. في محلات او خلافه، ده بيتم طبعا في الابراج لما بيجي يرخص بيبقى معمول في دي، عملنا عليها عقوبه شديده جدا، بالاضافه للاثر المروري للمنشات. مفيش منشا جاذب غير من خلال دراسه الاثر المروري. الحاجه الثالثه بقى، في دي اليات بقى تنفيذ بقى بالمحافظات، لابد من التحول للجراجات متعدده الطوابق والجراجات الاستراكشر ستيل، يعني في شويه تفاصيل اليات كده ملهاش دعوه بالقانون، ولكن دي اليات لابد تساعد. بنسال على اوبر وكريم. مش اوبر وكريم بس، اوبر وكريم وغيرهم في اكثر من شركه في هذا الاتجاه. دولت احد يعني احد الحاجات اللي موجوده بالفعل في قانون، مش قانون المرور بينظمهم، لكن في قانون المرور فتح لايجاد كيانات او شركات متخصصه للعمل من خلال الاستدعاء الالكتروني للمركبات سواء ده او غيره، لكن تنظيم هذا العمل وتنظيم ازاي تنظيم التجاره الالكترونيه له قانون اخر مش ده. لكن انا هنا في قانون المرور فتحت الباب لانشاء كيانات متخصصه. يعني هم مقننين عندك في القانون. في القانون هي شركات للنقل الجماعي، انما تفاصيل القانون بتاعهم ده له قانون خاص اعتقد على وشك الصدور، يعني خاص. اسماعيل كان بيتكلم على الأكمنة، بيقول لك انا باجي بالليل وده طريق سريع أكمنة واوقات كثيره الكمين بيبقى طويل. طبعا هو بلا شك احنا الدوله ما بتنشئش الطرق عشان يتم إغلاقها سواء بالمطبات او بالاكمنه حاله عدم اللزوم ليها. انما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للاكمنه المروريه والحملات المروريه بدات تتخفف خالص، واحنا متجهين لنوعين من الرقابه هيحلوا مكان الاستيقاف. الاستيقاف ده حاجه مش طبيعيه ومش مظبوطه، لانها اقول لحضرتك على حاجه، الاستيقاف ده بيعمل عقوبه لم ينص عليها القانون، مفيش مخالفه، انت بتستوقفني عشان مشتبه ان انا مخالف؟ لا، ده كلام طبعا. لكن هو الاستيقاف اللي بيتم في الغالب استيقاف امني، ما في معلومه امنيه من الجهات الامنيه. لا بس لسه لغايه دلوقتي في عسكري مرور واقف عايز اشوف ان شاء الله الروحس. هو اصل احنا ما نقدرش نعمل هذا التحول مره واحده، ده تحول فجائي ما ينفعش. لكن احنا بنعمل التحول ده عايز كل الحملات تبقى حملات متحركه، يبقى عايز اليات وعربيات ومراقبه ومتابعه، قصه مختلفه. لكن احنا اعتقد كلكم هتشاركوني ان في كثير من النقاط المروريه تم الغائها، كثير من الحملات تم الاستعاضة عنها، لكن ده ما هيتم، بس هيتم تدريجي ما نقدرش نعمله فجاه، لكن هو احد المقاصد وده احد اليات التنفيذ، والوزاره متجهه في هذا الشان بشكل كبير. صليب وياسر عندهم الاثنين نفس الحكايه، انه يعني صليب بيقول لك انا ايه اللي يأمنني من انه ممكن زي اي فئه في الشعب ممكن يبقى في حد متجاوز، ممكن يبقى في حد ممكن فاسد، ما في اي فئه فيها ده وفيها ده. في الغالب يعني القانون ده هيقلل الثقه، تبقى موثقه
في الغالب هتبقى موثقة. بالإضافة احنا حطينا أكتر من شكل للتظلم من أي إجراء مروري هيتم اختارك ساعتها، فلك أن تتظلم ساعتها، وفي إجراءات وضوابط محددة. وأعتقد أجهزة التفتيش في وزارة الداخلية بتراجع أي شكوى في هذا الاتجاه، وأي واحد عنده شكوى يتوجه بشكوى للجهة المختصة. لكن في قانون المرور احنا حطينا توثيق المخالفة، تصوير المخالفة، مخالفات إلكترونية هتبقى فأعتقد أن الموضوع هينحصر بشكل أو بآخر. يعني هو بيسأل يعني مش هنشوف بقى اللوحات المعدنية المطموسة اللي هي عليها نسر أو عليها مزان أو عليها اللي هو يعني أنه كل الناس عندها لوحات معدنية؟ دي إرادة مجتمع لا ينظمها القانون، لأن القانون ما فيهاش استثناءات. قانون لا يوجد به استثناءات خالص. قانون المرور أنا بوضحه لا يوجد به أي استثناءات، وزي ما قلت قبل كده ان لابد ان يتم تطبيقه على الكل، واعتقد في ارادة جادة من الدولة، لان عدم تطبيقه على الكل بيهدر جزء كبير جدا ويبقى القانون حبر على ورق. لابد ان يطبق، المواطن يحس بالعدالة بالشفافية بانه بيطبق على الكل. هو ده الـ 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 انور بيقول ان الشرطة ما عندهاش الكوادر، يعني انتوا هتبتدوا زي القانون انتوا ما عندكمش كوادر مؤهلة من ضباط ومن افراد تقدر انها تنفذ مثل هذا القانون اللي متقدم في الخارج. يعني مش هقول ان احنا عندنا الكوادر جاهزة 100%، لكن جزء كبير جدا من هذه القدرة موجودة وهذه الكفاءة موجودة، وبنعمل تدريب مستمر ان شاء الله ان شاء الله مع دورات. احنا في دلوقتي التوجهات يعني سفر ضباط للخارج للتدريب على طول بصفة مستمرة، دورات داخلية في معاهد المرور ومصلحة التدريب وفي كل قطاعات الوزارة. احنا بنعمل عملية تسارع الخطى جدا عشان نقدر نلاحق التقدم، وإلا هنتنين قاعدين كلنا وقولوا احنا ما عندناش إمكانيات وما عندناش كفاءة وما عندناش كوادر. لا، واللي بيشوفوا مظاهر السلبية اللي قد يتم رصدها في الشارع احنا ان شاء الله الوزارة بتتصدى ليها، وبيتم العمل بشكل كبير على ان احنا نتحلل من هذه المظاهر اللي بتسيء لنا جميعا. يعني هل جوه جهاز المرور في رقابة داخلية؟ يعني حد بيشوف انه في حد متجاوز في، يعني اظن الرقابة دي موجودة في الداخلية كلها، ولكن في جهاز المرور بالتحديد لان هو ده اللي بيتعامل كتير في فلوس وفي عقوبات وفي اشياء في يعني كل اجهزة. ياسر كان بيسأل طبعاً في كل اجهزة الوزارة في كل، يعني في طبعا منظومات خاصة بالرقابة والمتابعة وبيتم رصد حالات، والقائمين في المرور هم من نسيج هذا المجتمع، منهم الصالح ومنهم الطالح. الطالح بيقاوم وبيتم اتخاذ اجراءات، واجراءات شديده جدا. الوزاره لما بيتم ضبط اي واقعه يعني اعتقد ما فيش لصالح من يتم التستر. انا عايز اسال سؤال، لو في واحد فاسد نحن اولى بتطهير ثوبنا الابيض. لو احنا ما عملناش كده هذا المسيء بيسيء ليا وبيسيء للاخرين وبيسيء لكل القيادات وبيسيء لكل الضباط وبيسيء لكل الافراد كل الامنه. امناء الشرطه بيقوموا بدور مهم جدا وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا. هل كلهم صالحين؟ محدش يقدر يقول كده. هل كلهم طالحين؟ محدش يقدر يقول كده. هم فيهم نسبة، وهذه النسبة لابد أن يتم تقويم الطالح أو إخراجه خارج المنظومة عشان الصالح يعمل ويقدر. بيسألك على السراين دلوقتي، بقت السراين مش في التكاتك بس، يعني عربية تبقى معدية جامعة، حتى سرينة بوليس، حتى يعني ده في القانون الجديد ده موجودة في الشريحة الثالثة، يعني غرامتها شديدة. سواء متعددة النغمات أو متعددة النغمات ما هي في أو الهوائية. وأنا عايز أقول حاجة برضو من ضمن الحاجات اللي في القانون، الشريحة الثالثة دي فيها قيادة مركبة برخصة قيادة أو تسير منتهية صلاحية أو ملغاة أو موقوفة، قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، تجاوز سرعة مقررة بما لا يتعدى 30 كيلومتر ساعة، تجاوز الحمولة بما لا يتعدى 30% من الحمولة المقررة، القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر. طب ما ده دي جديدة، دي اللي هو ماشي على مهله قوي ده. عدم استعمال الأنوار، عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية أثناء السير، الوقوف في الطرق ليلا أو على الطرق ليلا، تعمد إيقاف النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعي للركاب في المناطق السكنية أو على الطرق غير أماكن مصرح بها. لو على مطلع الكباري احنا كان عندنا في القانون القديم حوالي 72 جريمة مرورية. القانون الجديد فيه ما يزيد عن 113 جريمة مرورية. وسعنا وسعنا وحددنا الجريمة المرورية تحديدا عشان مفيش وقت الاجتهاد، جريمتك محددة بالضبط. وفيها هو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تتشابه مع سيارة الإسعاف أو الإغاثة أو الطوارئ.
شوف عقوبتها تسحب 3 نقاط. وانا عايز برضه اقول اي مخالفه بتتعلق بالمركبه يعني زي صلاحيه المركبه او تركيب سرين غير مخالفه او اضاءه غير مخالفه او فرامل او بالاضافه للعقوبات دي لابد السياره تعرض على اللجنه الفنيه. اللجنه الفنيه اللي هي هتبقى محطات فحص فني اليه متوجهين للحكومه والدوله وفرت اراضي وبيتم حاليا العمل على اجراءات انفاذ. هتبقى محطات بقى خارج المرور تحت اشراف المرور لكن قطاع خاص موجوده، لان الفحص الالي للمركبات لابد ان يتم عشان اتاكد من صلاحيه المركبه. اخر حاجه طارق بيقول انه يا ريت يبقى القانون ده متوفر الناس تقدر تطلع عليه عشان يبقى عارف حقوقه وواجباته زي اي حته في الدنيا. هو كان يقصد اكتر من كده ان الواحد انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. امتحان شفوي غير الامتحان كمان تعليم قياده السيارات مبدئيا لا يكتسب بالخبره، لابد ان يتم تعلمه. انك تروح تختبر بس كده وانا اكتسبت اتعلمت السواقه بالخبره ده كلام مش مظبوط خالص. ابويا اداني العربيه لفيت بيها شويه. ما ينفعش، لازم تتعلم. حطينا كورسات ومناهج محدده ومراكز تعليم قياده محدده فيها سيميوليتور وفيها تراكات وفيها تعليم نظري بيشمل قانون المرور وقواعد واداب المرور والقياده كل ده من خلال انظمه محترمه جدا. وبرضه الدوله وفرت الاراضي وعلى وشك الطرح للقطاع الخاص عشان يعملوا هذه المراكز بمواصفات محدده، وهيتعلم فيها قانون مرور وهيتعلم ميكانيكا سيارات. اللي بيسوق سياره دي مسؤوليه خطيره جدا، سلاح طبعا لازم يتعلم. في دول بيخش يتعلم في المدرسه في مدارس داخلي عشان يتعلم قياده السيارات. قياده السيارات دي مرتبطه بالارواح، مرتبطه بحاجات كتيره جدا لازم يتعلمها، وليس بالخبره فقط وانما تعلم. التعلم ان له اصول بقى وله مناهج وله نظري وعملي وترك يعني منظومة كاملة، وهياخد كتيب في الآخر فيه كل التفاصيل دي. الحمد لله تم الانتهاء من شكل هذه المنظومات وهيتم طرحها قريبا إن شاء الله. دكتور أيمن بنشكرك شكرا جزيلا على الوقت، احنا حتى مدينا الوقت ويمكن لغينا فقرات بعد كده عشان الموضوع ده مهم وحبينا، وبنعتذر الدكتور سعد الدين هلالي إن شاء الله يكون معنا يعني في أقرب فرصة. واحنا حبينا بس ان احنا نعلم الناس ان دي اول مرة الداخلية بتفتح ورقة وبتقول للناس القانون هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله في ظرف شهور او في سنة او اكتر يكون هذا القانون مطبق ومنظومته كلها جاهزة عشان تقدر تحسن حال المرور في مصر. انا بشكر حضرتك وبشكر اون اي، وعايز اطمن اخواتنا المستخدمين الطرق والمواطن المصري بثقة وبامانة. احنا هدفنا مصلحتك، هدفنا في الجزء اللي ما يخصنا اللي هو السلام على الطرق، احنا هدفنا سلامتك، احنا هدفنا نحميك من اخر بيغتصب حقك على الطريق وبيعرضك لخطوره شديده جدا. فالهدف الاساسي هو اننا نحقق رحله امنه على الطريق بكل السبل. قانون مرور عملنا قانون مرور ومتقدمين فيه بشكل كبير، اليات بناخد اجراءات كبيره جدا فيها، لان التحدي مش سهل والتحدي لازم كلنا نتشارك فيه. اكيد يا فندم. ونبتدي اما ده هنبتدي خلاص هنكمل بقى زي ما ابتدينا في موضوع الحزام وفي الموبايل. الناس كلها بقت بشكل اوتوماتيك دلوقتي بتقعد تحط الحزام خلاص يعني ابتدينا كانوا طبعا مستحيل يبقى عندهم قناعه بالحزام. اكيد. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك يا مجدي. بشكركم شكرا جزيلا. وغدا حلقه جديده من كل يوم، ارجوكم ابقوا معنا.